بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل والخير على حضراتكم. لقاء الاسبوعي معايا انا وكريم وعشرة، برضو عشرة الصبح في الاهلي. انا برجع اقول لك في بيتها والله ما حد غريب. الاهلي في رمضان، معلش يا جماعه، والله الواحد بقاله فتره برضو الاهلي في رمضان، واعتقد دي الحلقه الاخيره يا القبل الاخيره، يعني في نهايه خلاص الاسبوع الفاضل ده. احنا مش عارفين لسه هنطلع يوم الوقفه ولا لا، اللي هيصدف ان الحلقه الجايه هتكون ان شاء الله يوم الوقفه. كل سنه وحضراتكم جميعا بخير، واحنا مش بنحتفل بس ب يعني خلاص الوقفه او كمان كام يوم، لا احنا كمان عندنا اعياد كتيره جدا عايزين النهارده نتكلم فيها. بس خليني ارحب بيك. بونسوار. بونسوارين، كل سنه وانت طيبه. وشك راضت في رمضان. فكرك؟ لا. ربنا يخليك. اكيد لا طبعا. عموما بنمسي على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي في رمضان. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. طبعا كالعاده مش مجرد ان رمضان كما هي عادته يعني بيجري بسرعه البلد، احنا كمان دخلنا على عشر الاواخر. كل سنه وكل حضراتكم طيبين، وربنا يعني يتقبل صالح اعمال كل حضراتكم وصالح طاعاتكم وصالح عباداتكم يا رب العالمين. طبعا كلها ايام بتفصلنا عن عيد الفطر المبارك، بنحتفل بعيد القيامه، وهنحتفل بعيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم، وهنفطر شكلنا كده كلنا رنجه اليومين الجايين. فيا رب يا رب تكون كل ايام مصر والمصريين كلها افراح وكلها اعياد. وكالعاده في مصر صعب جدا تعرف مين مسلم مين مسيحي، الاثنين بيحتفلوا مع بعض باعياد بعض. كل سنه وانتم جميعا طيبين. صعب تعرف ومش عايزين نعرف، لان احنا عمرنا وكنا بنركز في حاجات زي كده. احنا كلنا بنحتفل زي ما كريم بيقول، رمضان يجي، الكريسماس يجي، اي عيد بنحتفل بيه كمصريين، هو ده اللي احنا نعرفه، ده اللي احنا اتربينا عليه، وهي دي الثقافه اللي مصر بتصدرها للعالم كله. فكل سنه واحنا جميعا بخير بكل الاعياد اللي كريم ذكرها، وكمان عندنا عيد ثاني هنحتفل بيه. بس خلينا الاول نرحب او يعني نرحب بضيوفنا اللي هينضموا ولينا في الفقره الثانيه. هيكون معانا كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق، وعندنا كلام كتير جدا طبعا، وماتشات سابقه وماتشات منتظره الاهلي وبطولات مختلفه، وعايزين نتكلم بشكل كده برضو فيه تحفيز وفي ثقه وفي طاقه ايجابيه يعني مع كابتن عادل ان شاء الله زي ما هو معودنا. الفقره الثانيه بقى مع النجمه الاهلاويه الجميله، الاهلاويه جدا، واللي بيتابعها على تويتر هيعرف قد ايه هي عاشقه لهذا النادي. مش من الناس او الممثلين يا كريم او الببليك فيجرز اللي يخافوا يقولوا انتمائهم في حته هنا انت بتشجع بالعكس نادي. لا هي صريحه وواضحه، انا اهلاويه واهلاويه جدا، وبزعل مع خساره الاهلي وبفرح جدا مع فوز الاهلي، وبشجع صحيح. فريقي وغيره وغيره. فنانه الجميله ندى بسيوني، فان شاء الله هتبقى فقره جميله جدا لما ضيوفنا ينضموا لينا. بس خلينا بقى زي ما كنت بقول لحضراتكم، النهارده 24 ابريل تحديدا بنتكلم 2022، دي بقى الذكرى يعني ال 115 لتاسيس النادي الاهلي. بنتكلم في 115 سنه تاريخ، بطولات، انجازات. يعني عايز اقول لحضراتكم على مدار السنين الطويله جدا النادي الاهلي فعلا وفرح قبلينا وهيفرح بعدينا، واجيال بتسلم اجيال واجيال ورا اجيال عندها هذا الانتماء وبتورث هذا يعني زي ما بتقول الشعور بالفخر الموجود عند كل اهلاوي. والسمات اللي موجوده اللي احنا بنقول عليها انت بتنتمي لهذا النادي، سواء مجلس اداره سواء لعيبه سواء جماهير، كلنا الى حد كبير جدا عندنا او بنشترك في بعض الصفات اللي اعتقد صفات في غايه الاحترام. كل سنه واحنا جميعا بخير، ودايما النادي الاهلي مفرحنا، ودايما النادي الاهلي يعني بيجيب لنا البطولات والانتصارات، ولسه عندنا كتير جدا، ولسه عندنا امال وعندنا طموحات كبيره جدا. زي ما احنا بنقول بناخد جايزه بناخد بطوله وبنبص على اللي بعدها. وهنتكلم بقى طبعا على مدار الحلقه لان عندنا كلام كتير جدا نقوله، وتاسس امتى النادي الاهلي، وازاي ساعد على خروج الانجليز من مصر، وازاي كان ليه دور وطني، وايه اللي حصل بالظبط من 1882 منذ قدوم الانجليز مصر، وازاي اصلا كان النادي الاهلي ابتدى، ومين مسكه في أول سنة وبعدين مشي من الإنجليز، وبعد كده تقول يا شخص مصري وطني. يعني كل ده هنتكلم فيه على مدار طبعا الحلقة. كل اللي النهوات ذكرته لحضراتكم إلى جانب كمان إن ال 115 سنة دول نقدر نسميهم 115 سنة من السعادة، يعني حقيقي بتخلي جماهير القلعة الحمراء داخل مصر وخارج مصر وعلى مختلف الأزمنة والعصور الكل بيحتفل بتاريخ هذا الكيان العريق. احنا بنتكلم على تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، ولم يتوقف الفريق الأحمر عن حصدها على الصعيد المحلي والقاري إلى يومنا هذا طبعا ليتربع على عرش يعني القارة السمراء. الحقيقة كلام كتير قوي ممكن يتقال عن تاريخ النادي الأهلي. كل الأشخاص المعنيين المحبين للنادي الأهلي حاولوا على قد ما ربنا قدرهم إن هم يلخصوا الكلام ده كله من خلال عمل تسجيلي محترم جدا وافي جدا، وبيلقي الضوء على الكثير من النقاط الهامة، وهي بتمثل كلها علامات مضيئة في مشوار وفي تاريخ القلعة الحمراء. خلونا نحكي شوية عن تاريخ النادي الأهلي من خلال التليفون، لأن احنا معانا هاتفيا الأستاذ محمد مصطفى مدير المحتوى الوثائقي بالأهلي. أولا مساء الخير على حضرتك وكل سنة وأنت طيب يا فندم، أهلا بيك.
كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم وعلى نهاوند. الله اكبر. مساء الفل وحضرتك طيب يا رب. الله يكرمك كل سنه والاهلي بخير. اللهم امين. احنا عايزين من حضرتك مهمه مش سهله الحقيقه، ان انت تحاول برضو على قد ما ربنا يقدرك تلخص لنا 115 سنه في جمل وعبارات بسيطه. المهمه مش سهله بس حضرتك قدها وقدود ان شاء الله. اتفضل. لازم الاول باختصار شديد، الاهلي ممكن نلخص تاريخه في النشاه الوطنيه، التاريخ الوطني، المبادئ، واخيرا البطولات. تمام. باختصار شديد نشاه النادي الاهلي نشات في ظل وجود محتل اجنبي اللي هو كان الانجليز في الوقت دوت. مظبوط. في مطلع القرن العشرين اللي هو من 1900 واحنا جايين كده، بدا الوطنيين المصريين يشعروا انه الاستثمارات الاجنبيه ملت البلد ومفيش اي استثمارات مصريه نهائيا، فبداوا في مشروع كبير انشاء كيانات موازيه للكيانات اللي الانجليز عملوها. فبدات بمشروع الجامعه المصريه اللي هي جامعه القاهره دلوقتي. تمام. مشروع بنك التسليف عشان خاطر الربا كان زاد جدا على الفلاحين المصريين. بنك التسليف اللي هو تطور بعد كده وبقى بنك مصر على ايد طلعت حرب اللي هو عمل بنك التسليف، وده طبعا من الناس من اوائل اللي بتسهل في النادي الاهلي. تمام. في ظل ده كله اتعملت مدارس عامه ونقابات وجمعيات. نفس المجموعه دي هي المجموعه دي اجتمعت، كانت قاعده وديه تقريبا يوم 8 ابريل قبلها بحوالي 3 اسابيع، اتفقوا على انه ليه ما نعملش نادي رياضي مصري؟ لان في الوقت ده كانت الانديه المصريه الانديه الموجوده في مصر كلها انديه صحيح بتاعت هيئات وانديه اجنبيه، من الجاليات كمان الاجنبيه اللي كانت مقيمه في مصر في الوقت ده. بالظبط، زي الجزيره وسبورتنج والتوفيقيه، وكان موجود انديه هيئات زي السكه الحديد والموظفين اللي هو بقى الاولمبي. صحيح. فبالتالي كان لازم يتعمل نادي مصري. الفكره جت كمان من انه كان معمول نفس المجموعه على راسها عمر لطفي، كانوا عملوا نادي المدارس العليا سنه 1905 لضم الطلبه، كان نادي يعتبر اجتماعي ثقافي. تمام. طيب الطلبه دول لما يخلصوا هيروحوا فين؟ في نفس الوقت هيفقدوا التواصل مع بعض. لازم يكون الناس ليها مكان يتواصلوا فيه بقى على المستوى الرياضي ويتقابلوا مع بعض وهكذا. فبدات الفكره في قاعده وديه، يا جماعه عايزين نعمل نادي يضم الناس ديت. فاتفقوا على انه يكون اول اجتماع يوم 24 ابريل وكان من الساعه 5:30 عصر الاربع 24 ابريل سنه 1907، ومن هنا كانت الفكره العظيمه لنشاه النادي الاهلي كنادي مصري خالص من اجل الشعب. مش من اجل موظفين هيئات او من اجل جاليات اجنبيه. احنا بنتكلم على مشروع قومي وطني بالمعنى الحرفي للكلمه يعني. بالظبط كده. بس للاسف يا استاذ محمد لو تصلح لي، اول سنه حسب معلوماتي مسكها، لان كان ده القانون هناك، مسكها رجل انجليزي، لكن هي كانت مستمره، الموضوع ده كان استمر لسنه وبعدين حول بعد كده وتم تسليمه للمصريين. المعلومه دي برضو حضرتك تصلحها لي. طيب لما جينا احنا حاليا في ظل وجود انجليز يعني عشان خاطر تعمل اي حاجه لازم هتقابل بعراقيل كتير جدا جدا. فلازم ان المجموعه عشان تشتغل صح لازم يهيئوا لنفسهم كل سبل النجاح. كان ساعتها ميتشل انس كان وكيل وزاره الماليه، كان راجل كبير. صحيح. وكان على صله بالجماعه الوطنيه المصريه، حتى كان من ضمن حاجات من الحاجات الغريبه شويه، كان من ضمن الضيوف المدعوين لافتتاح نادي المدارس العليا 1905. وده يدلل على انه كان في صله كبيره جدا بينه وبينهم، وفي اتصالات وفي شغل. ما انت احنا مش هنيجي نقطع علاقاتنا بالانجليز المحترمين وبالتالي احنا مش البلد هتقف، مش هنقدر نمشي من غير ما نعمل شغلنا. ومن هنا كان الاتفاق على انه يكون ميتشل انس هو اول رئيس للجنه العليا، نخلص ورقنا ونخلص بالظبط ونقدر في الارض بتاعت النادي. استمر ميتشل انس لغايه فبراير 1908. في الوقت ده كان النادي بيتاسس وبيتم على الارض بنائه. في 1908 استقال لانه سافر لعمل ثاني في السفاره الانجليزيه في واشنطن، وتولى رئاسه النادي عزيز عزت باشا، قعد تقريبا لغايه 1916. وبعدها جه عبد الخالق صلاح باشا رئيس اللي بعد كده رئيس وزراء مصر لعده مرات،
وبعدها بقى جعفر ولي واحمد حسنين باشا واحمد عبود وهلم جرى لغايه ما وصلنا يعني. طيب ده على صعيد ده على صعيد الفكره لما يعني لما كانت مجرد فكره وكمان على صعيد التاسيس. خلينا بقى نتكلم على صعيد الانجازات والانتصارات، ويمكن الجزء ده كمان اصعب واصعب ان حضرتك تختصر لنا برضو انجازات تمت في النادي الاهلي من 115 سنه. اكيد برضو محتاجه حلقات وحلقات مش مجرد دقائق معدوده، بس الاهم ايه الابرز مع تاسيس كمان يا استاذ محمد اول فريق كان 1911 برضو حسب معلوماتي 1911 طيب اختصارا كده الاهلي دوره الوطني تلخص انا هلخصه اتفضل حتتين مهمين جدا. نمره واحد التمصير، بمعنى ان كل كان في موجود الاتحاد المختلط هو كان مشرف على الرياضه وعلى كل حاجه في مصر، فكانت اول خطوه ان اول مسابقه اتعملت في مصر لكره القدم سنه 1913 الاهلي رفض يشارك فيها، وعمل جوه النادي الاهلي مسابقتين كاس حشمت باشا وكاس عزيز عزت باشا وشارك فيها جميع الطلبه في القاهره، كانت عامله زي دوره اولمبيه مصغره فيها كل الالعاب اللي موجوده. الغريب بقى انه الصحف اهتمت بيها كما لو كانت مسابقات كبرى زي ما احنا بنهتم دلوقتي، وخدت بعد تاني لدرجه ان الشعب في القاهره كانت في القاهره طلب ان يخش النادي الاهلي يتفرج على المسابقات دي. تطور الامر سنه 21 انه بدات اول خطوات التمصير اللي هي تمصير الاتحاد المصري لكره القدم بدعوه من فؤاد اباظه باشا كان سكرتير النادي الاهلي، واجتمعت الانديه في النادي الاهلي وبدا تاسيس الاتحاد المصري لكره القدم، ومنه تاسس بقى بعد كده كانت الخطوة الأولانية اللي خلفت أسس اتحاد الملاكمة واتحاد بلياردو الألعاب الشهيرة وقتها اتحاد ملاكمة اتحاد بلياردو دخلنا في اتحاد التنس. يعني بداية التمصير جاءت من خلال النادي الأهلي. طبعا كانت من خلال عظيم. الأهلي عظيم وده ذكر في جميع المراجع الرياضية في الوقت ده، وده اللي خلى الصحافة حتى تكتب الأهلي أبو النوادي، كانت بتطلق على الأهلي أبو النوادي لأنه كان دايما هو اللي بيقود كل حاجة. يقول أنا بقول لك إيه، سنة 34 مثلا بعد تمصير كل الاتحادات اتعملت حاجه جميله جدا، كان يعني اللجنه الاولمبيه المصريه كان بيشرف عليها بولاناكي وده يوناني اساسا. اجتمعت برضه الانديه في النادي الاهلي في مايو 1934 واتفقت على انشاء لجنه اولمبيه مصريه خالصه. وعلى فكره مصر ما رضتش تشارك في دوره العاب الاولمبيه 1932 بسبب اصرار بولاناكي على انه هو اللي يختار الانبعاثات، فاعتذر كل الهيئات المصريه والانديه المصريه والاتحادات اللي بقت مصريه وبعتوا للجنه الاولمبيه خلاص اعملوا لجنه، عملوا لجنه. فعايز اقول انه اكبر دور اتعمل هو تمصير الرياضه المصريه بالكامل من خلال النادي الاهلي. عظيم. الدور الثاني في نفس القصه اختصارا برضو اتفضل قصه ان الاهلي في جميع الحروب اللي شاركت فيها مصر كان دايما النادي الاهلي بيتحول للدفاع الشعبي، التمرين على الدفاع الشعبي للمقاومه الشعبيه لاعضاء النادي الاهلي، وفي منهم ناس شاركت في بعض الحروب واتعملت ليهم لوحه تذكاريه. ونختم دي انه حتى السينما المصريه، وده احنا حتى كنت سمعت تتكلم عن الفيلم بتاع 115 سنه اهلي بالظبط كده، السينما المصريه ارخت للدور دوت في فيلم لا تطفئ الشمس بانه كانت تجمعات المقاومه الشعبيه بتتم في النادي الاهلي. دي من الناحيه ده غير كمان مشاركه كتير من العناصر الاهلاويه والاسماء اللي بتمثل رموز في تاريخ النادي الاهلي من اللاعبين والاداريين والمدربين الى اخره، كانوا كلهم اطراف باشكال مختلفه وفي اماكن مختلفه في حروب مصريه يعني في 67 وفي 73. فالجزء الوطني الحقيقه يعني اكيد هو ده لوحده برضه عايز له يوم كامل. طب ما تيجي ندخل على اللي بعده يا استاذ مصطفى بعد اذنك. الحاجه الثانيه ما هو الاهلي هي ثلاث حاجات، الحاجه الثانيه المبادئ ان النادي الاهلي ما فيش في مره من المرات كان قدامه خيار بين خطا تربوي وبطوله الا وكان بيختار معالجه الخطا التربوي صح. حتى لو كان هيخسر البطوله، وده على مر طريقه فيه كثير جدا من المواقف كانت بتتم ايقافات قبل ماتشات مهمه جدا زي 28 فتح التجازي والاهلي هيلعب بعد ثلاث ايام، كان ايقاف يوم ثلاث، الجمعه هنلعب مع الزمالك كان ساعتها المختلط في كاس مصر، ولسه الاهلي خسران كاس السلطان حسين قبلها الجمعه اللي قبلها على طول. ولكن القصه مش كده، احنا القصه مش بطوله، ما هي البطوله هتيجي وتروح، انما الاخلاقيات والمبادئ النادي مختلفه صحيح تاني. صحيح. ففضلنا لغايه حتى لو انت خدت بالك بقى هنا في 85 ايقاف 16 لاعب، وكان برضه قبل مباراه النادي الزمالك في دور الثمانيه لكاس مصر. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيكافئنا
انه دايما لما انت بتنتصر الاخلاقيات الكوره بتنتصر بيك والرياضه بتنتصر بيك وبتقدر تتخطى الفوز بكتير. طيب الحاجه الاخيره بقى عشان خاطر ما اطولش عليكم، البطولات. النادي الاهلي اول بطوله كمان خدها في تاريخه كانت في 10 ابريل سنه 23 اللي هو الشهر ده برضه. يعني احنا السنه الجايه هنحتفل بمئويه اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي 10 ابريل سنه 2023. الاهلي خلال الفتره دي خد العديد والعديد من البطولات، وصل حوالي 143 بطوله في محليه وعربيه وقاريه. الاهلي سنه 2014 نال النادي الاكثر تتويجا في العالم وتخطى نادي ميلان الايطالي. حاليا هو النادي في المركز الثاني بعد ريال مدريد على بعد بطولتين، 26 بطوله عالميه، بطوله قاريه وعالميه لريال مدريد مقابل 24 للاهلي. النادي الاهلي كمان سنه 2000 في نهايه 2000 توج بلقب بيستمر 100 عام، انت عارف يعني ايه؟ انك تفضل 100 عام تحتفل انك انت بطل القرن، انت ممكن تاخد بطوله السنه دي دوري ابطال افريقيا احتفل بقى 200 سنه، لو خسرت السنه الجايه خلاص مثلا. ولكن انت معاك لقب بيستمر ل 100 سنه. صحيح. فتخيل حضرتك انك انت كنادي اهلي بتنال هذا الشرف العظيم، فلما نيجي نقول النادي الاهلي تاريخ مبادئ بطولات صحيح وتقدير كمان أكيد. لك ان تتخيل قيمه النادي الاهلي. صحيح. والله يعني دي حاجة بتشرفنا والله العظيم، الواحد كمان يستمع ويعرف كده الأصل بتاع النادي اللي هو بينتمي ليه. أستاذ محمد نورتنا وبشكرك جدا، وكل سنة وإحنا جميعا بخير مرة تانية. يعني شكراً النادي الأهلي، شكرا ليك أستاذ محمد، شكرا ليك جدا. النادي الأهلي النادي الأكثر يعني شعبية في مصر وفي الشرق الأوسط، وده برضو عن جدارة. ما بنجيش إحنا بنقول حاجة عن نفسنا مش حقيقة، يعني ما بنجيش ندي لنفسنا لقب مش حقيقي أو مش عن جدارة أو مش عن استحقاق أو مش التاريخ والارقام هي اللي بتقول ده، فاحنا بنتكلم دايما بحاجات على الارض. فكل سنه واحنا جميعا بخير، وحاجه لازم تخلينا كلنا فخورين. على كل حال خلينا نشوف الجماهير، لان الجماهير برضو دايما يعني بيبقى ليها راي، والجماهير دايما فرحتها بتبقى مختلفه، دايما بيتقال عنهم هم السند الحقيقي. خلينا نسمع رسائلهم في الذكرى ال 115 سنه على تاسيس النادي الاهلي من خلال التقرير اللي جاي، ونرجع نكمل. نادي الاهلي نادي عظيم وصرح كبير جدا، ودايما في تقدم وازدهار، وان شاء الله باذن الله نحتفل بالمئويه قريب تاني وتالت وعاشر، والاهلي يفضل على طول صرح كبير ويطلع اجيال، وان شاء الله باذن الله نحتفل قريب بال 11. 115 سنه انجازات، 115 سنه بطولات، 115 سنه تطوير مبادئ نادي المبادئ النادي الاهلي الاول افريقيا ملك افريقيا، 115 سنه مزيد من النجاح والتقدم. كل سنه والنادي الاهلي دايما صيد للبطولات، ودايما نادي القرن الافريقي، ودايما صاحب تصنيف عالمي، ودايما نادي رقم واحد في الوطن العربي في افريقيا باذن الله تعالى. جهود كويسه بتتعمل، انجازات كويسه السنين اللي فاتوا دي. احنا عدى ايه دلوقتي؟ ده عدى العيد الفضي والذهبي والماسي، عدت دي من سنين لما بقينا 115 سنه. النادي الاهلي المصدر الفخر لينا ومصدر العزة لينا على مستوى كل حاجة، مش على مستوى كرة القدم ولا على مستوى الرياضة بس. طبعا غير ان هو الحاجة تقريبا الوحيدة اللي بتفرحنا في مصر طبعا في الناحية الرياضية، يعني هي اكتر انجازات واكتر بطولات النادي الاهلي. يعني كل سنة وهو مفرحنا، هو اعظم نادي في افريقيا والشرق الاوسط كله. كل سنه النادي الاهلي طيب، ودايما الحاجه الوحيده بتفرحنا في مصر بالنسبه للرياضه، نادي كبير، انجازات كتير، مبادئ، القيم، الاخلاق، كل حاجه تلاقيها في النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي على 115 سنه. النادي الاهلي نادي المبادئ، نادي الاخلاق، نادي القيم، من احسن افضل الانديه في مصر. كل سنه والنادي الاهلي طيب، وكل اعضائه طيبين وجماهيره. والنادي الاهلي بالنسبه لنا مش نادي، ده بيت اتولدنا فيه وتربينا فيه، وان شاء الله اولادنا واولاد اولادنا يتربوا فيه. كل سنه طيب يا اهلي، 115 سنه يعني هما بينجحوا وبيكسبوا وكده، وبحب الاهلي جدا. كل سنه وانت طيب يا اهلي، 115 سنه بطولات يا اهلي. السنه
سنه وانت طيب يا اهلي، بحبك يا اهلي. كل سنه وانت طيب يا اهلي. كل سنه وانت طيب يا اهلي. كل سنه انت طيب يا اهلي. 115 سنه بطولات يا اهلي. دي كانت رسالة أجيال مختلفة من الأهلوية. كل سنة وكل حضراتكم طيبين، وكالعادة الأهلي دايماً دايماً أهل وبيت. بص أنا عجبني كلام كتير قوي ورسائل اتقالت من الجماهير اللي شفناها دلوقتي. يعني مثلا النقطة اللي قالك هو مش فكرة نادي أنا بشجعه، هي عيلة. على فكرة والله العظيم الكلام ده الواحد بيقوله من قلبه. حتى فكرة إن أنت، إحنا طبعا من الجماهير في الأول وفي الآخر، سواء إعلاميين بقناة الأهلي ولا لا، إحنا في الأول وفي الآخر أشخاص من جماهير هذا النادي. بس فكرة إن أنت كمان بتشتغل في قناة الأهلي، قناة تابعة للنادي الأهلي، والدعم اللي أنت بتلاقيه من جماهير الأهلي لمجرد إن أنت تابع ليه هذا النادي، أو إن أنت بتمثل القناة اللي بتمثل النادي، حاجة برضو بتحسسك إن أنت ليك ظهر، ليك عزوة. فحاجات بجد بتسعدك ولو صغيرة جدا. فعلا الهاشتاج تعيد الأهلي اللي هو عامل ملايين ده ما جانش من فراغ. فعلا الواحد حسس إن هو وسط أهله، فعلا الواحد حسس إن هو ليه كده عيلته الموجودة اللي موجودة دايما وبتدعمه، سواء كان كويس وحش ناجح فاشل، هي موجودة وبتدعمه دايما على النجاح. فإحساس حلو ورسائل أنا عجبتني جدا بصراحة. صحيح. وزي ما أنت قلت النقطة، فكرة هنا أجيال صغيرة، طفل عنده تقريبا 4 سنين أو 5 سنين لغاية يعني ناس كبار في السن كله بيتكلم بنفس المصطلح. فمزيد ومزيد أكيد من التألق، وزي ما احنا بنتكلم دايما يا كريم، جيل بيسلم جيل، مش بس من اللعيبة، مش بس من مجلس الإدارة، لا أكيد كمان من الجماهير. كل سنة وإحنا دايما فرحانين مع الأهل. اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا بقى نروح للفريق الأول لكرة القدم. طبعا أجدن ده يعني النهاردة هو أول لقاء لينا أنا ونهواند مع حضراتكم بعد مباراة يوم الجمعة اللي فاتت. يعني شفنا كلنا مباراة ممكن تقييماتها تختلف من شخص إلى آخر. صحيح. على كل الأحوال كانت مباراة قوية جدا للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، وطبعا الحمد لله رب العالمين انتهت هذه المباراة وهذا اللقاء بالتعادل اللي أهلنا بالتالي لدور نصف نهائي بطولة إفريقيا. بس طبعا لازم نقول نفس الكلام إلى حد ما، ممكن حدته تختلف من لقاء إلى لقاء، من ماتش يعني لماتش تاني، ولكن بقالنا شوية حلوين بنتكلم على التحكيم، إنه برضو كان في شوية كلام يخص التحكيم. مثلا ضربة الجزاء بتاعة علي معلول كانت المفروض من وجهة نظر كتير جدا من الناس ان هي تتعاد، نظرا لتحرك لاعبي الرجاء ده طبعا غير عرقلتهم لعلي معلول مرة تانية وهو بيحاول ان هو يعني يسدد الكرة في داخل المرمى. كمان الكرة اللي طلعها مدافع الرجاء من المرمى، في ناس كتير جدا اجمعت على ان هي كانت عدت بالفعل خط المرمى وكان المفروض ان تتحسب هدف، او اضعف الايمان كان الحكم يرجع للفار، وده حتى ما حصلش من حيث المبدا. بس برضو نرجع ونقول كعاده النادي الاهلي احنا دايما بنعتمد على مجهودنا، ودايما بنحاول على قد ما ربنا بيقدرنا ان احنا نخلي مصيرنا في ايدينا احنا، مش في ايدين حد تاني او اي عنصر تاني. ده الى جانب يعني حاجات كتيره جدا معظمها الحقيقه اللعيبه عملوها في هذا اللقاء، وقدروا ان هم يحسموا اللقاء من خلال التعادل اللي تم في هذه المباراة، عشان إن شاء الله نكمل طريقنا نحو النجمة 11 بإذن الله. يعني إن شاء الله عشان الفريق بقى إيه يكتب رقم قياسي جديد باسمه في القارة الإفريقية. كلام محترم جدا. انت تحليلك للمباراة باختصار كان تالي ليه من جوانب كتيرة جدا، هنتكلم اكيد بشكل اكثر تفصيلا مع كابتن عادل تعيمة في الفقرة الحوارية. لكن كريم تطرق لكذا زاوية مهمة، ومنها طبعا التحكيم اللي احنا قبل المباراة لو حضراتكم فاكرين الاسبوع اللي فات قلنا الموضوع ده، قلنا احنا مش عايزين نترك الموضوع في فكرة هنا يعني امور ليس لنا سيطرة عليها، وحصلت قبل كده كتير جدا. فالحمد لله برضو الى حد كبير الناس راضية عن الاداء الخاص بالفريق، و اعتقد احنا يعني قدرنا ان احنا برضو نعدي شوط كبير جدا ونفرح، يعني زي ما يتقال كده الفريق قدر ان هو يفرح جماهيره ويشرفه في نفس الوقت. ولكن طبعا برضو هرجع اقول في تفاصيل صغيره محتاجين ان احنا نناقشها. على كل حال اللي عايز اتكلم عنه برضو في الموضوع اللي جاي ده، عايز اتكلم تحديدا عن بدر بنون. بدر بنون واللمسه اللي عملها قبل الماتش، زي ما حضراتكم عارفين طبعا، بس قبل ما نخش على دي، بدر بنون هو كان يعني او هو جه الاهلي من الرجاء، وهو قال قبل كده كتير جدا في لقاءات مختلفه وتصريحات مختلفه ان هو عايز يختم مشواره الكروي في الرجاء، لان ده النادي اللي اتربى فيه يعني، وده شيء مقبول جدا ومشروع جدا. هو حاليا بيواصل مفروض برنامجه التاهيلي، وباذن الله يعود للاهلي كمان سريعا الجمعه بقى او يوم الجمعه، وده اللي احنا كنا عايزينه، وده اللي احنا قلناه يعني قبل الماتش وحضراتكم شفتوه اللمسه الحلوه اللي بنتكلم عنها، ان بدر بنون جاب بوكيه ورد ورفعه ليه جماهير الرجاء،
وحطوا كمان قدام المدرجات يا كريم بتاعتهم يعني في رساله تحيه ليهم. جميل. وكمان وبعدين رجع مدرجات الاهلي بقى ليه يعني الوقوف مع الفريق الحالي اللي هو بينتمي ليه. بس لو كلمنا عن هذه اللقطه يعني هي ممكن لقطه لحد يقول لك انت مكبرها قوي يعني عديها. لا لا احنا بنتكلم دايما مش في اللقطه، احنا بنتكلم في الرساله اللي اللقطه بتكون بتتكلم بشانها او معبره عنها. فهي فيها معاني كتيره ومعاني راقيه لو هنتكلم، ومعاني حلوه وتاثيرها الايجابي حلو. وفكره هنا ان انت برضو من خلال هذه اللي انا بشوفها كانت او يعني ليها رساله، فكره هنا في الاول وفي الاخر دي رياضه، وفي الاول وفي الاخر انت برضو حتى لو انتقلت من مكان لمكان انت لازم تدي كل الاحترام للجماهير بتاعتك اللي هي الاساس، سواء رحله نجاحك هنا او رحله نجاحك هنا هي اللي بتكون سبب او عامل كبير جدا في فكره العصبيه الموجوده عند بعض الجماهير، برضو انت بتحاول بهذا التصرف الراقي ان انت تقضي عليها. فتصرفات بتبقى مسؤوله من لعيبه محترمه بتفرق كتير جدا على الساحة. فأنا من الناس اللي فعلا عجبني جدا الموقف اللي عمله أو اللقطة اللي عملها بدر بنون، فتحية بجد لهذا اللاعب الراقي. هو الحقيقة يعني محترم جدا يعني جوه أرضية الملعب وبراها، وما شفناش منه الحقيقة ومن وراه غير كل خير من اللحظة اللي جه فيها وانضم إلى النادي الأهلي. لعيب يعني إلى جانب امتلاكه لأدواته إنه لعيب تقيل جدا، ودايما هو عنصر طمأنة لكل جماهير النادي الأهلي في أي مباراة بيكون هو طرف رئيسي فيها، ويا سلام لما يكون بديها من بدايتها بنبقى مطمنين على الأقل للمركز اللي هو موجود فيه. ده بدر بنون موجود، لا يبقى كله إن شاء الله هيبقى زي الفل. فعلى الصعيد كمان الشخصي والإنساني لعيب أصيل، يعني تاتش زي اللي نهاوند بتحكي لحضراتكم عنه ده، يعني هي لقطة ممكن ما تاخدش أكتر من مجرد ثواني معدودة، بس تأثيرها فعلا كبير جدا وممتد، وبيحمل الكثير من الرسائل، مش عايز اقول حتى الخفيه، بالعكس دي واضحه بشكل يعني صريح جدا لكل الناس، منتهى الاثاره ومنتهى الادب ومنتهى الاحترام. فطبعا ليه مننا كمان بدر بنون كل التحيه والتقدير والاحترام. تعالوا بقى نروح لاكاديميات الاهلي اللي الحقيقه دايما دايما ليها دور كبير جدا في اكتشاف المواهب. احنا دايما بنقول عليها انا ونهاوند خط انتاج او مصنع يعني فعلا لانتاج ولافراز المواهب الكرويه اللي ان شاء الله هتعمل البدع في المستقبل، وهم لابسين تيشيرتات النادي الاهلي ان شاء الله في يعني اعمار بعد كده باذن الله يوصلوا لها. خلونا نشوف يعني نهائي موسم اكاديميه الاهلي وتوزيع الشهادات من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الاكاديميات النادي الاهلي ان يعني اول حاجه ان الاسبوع ده كله عباره عن ختام في كل الاكاديميات في الافرع المختلفه. اليوم في مركز شباب الجزيره يعتبر من اكبر الافرع اللي موجوده في محافظه مصر، محافظه القاهره، وفي في في يعني في كل انحاء مصر. عندنا الشيخ زايد ومدينه نصر، عندنا اكبر فرعين موجودين فيهم حوالي لوحدهم فيهم حوالي 5000 لاعب كرة قدم من سن 6 سنوات 4 سنوات 5 سنوات لحد سن 18 19 سنة. أنا بس بحيي أولياء الأمور وأقول لهم شوفوا المنظر اللي موجود ده في الملعب. يجب أن يعني يفخر النادي الأهلي بأكاديمياته المختلفة لأنها بتقام في جو صحي، في جو مليء بالحب وبالمشاركة. بنية تحتية على أعلى مستوى. مركز شباب الجزيرة حقيقة بيهيئ لنا ملعب وبيهيئ لنا فاسيليتيز ما حصلتش في كل الافرع الاخرى. بحيي كل المسؤولين. النهارده يوم ختامي لفرع الجزيره، دايما ما بقولش عليه مركز شباب الجزيره، انا دايما بقول الجزيره، ان هو دايما الفرع بفضل الله الفرع الرئيسي. حققنا نجاحات كبيره جدا جدا، الاعداد ما كانتش متوقعه كده، بفضل احنا وصلنا غير المتوقع، ضربنا الارقام عن السنه اللي فاتت الضعف. الحمد لله النهارده كان يوم مليء باختام دوره رمضانيه النهارده عاملينها لمختلف الاعمار السنيه من 2014 لحد 2006. وبعديها عندنا بقى اللي هي حرب الالوان وحرب السبري فوم للولاد كلهم، وزي ما انتم شايفينه دايما منورنا طبعا الحاجات في الاجواء دي واجواء رمضان. احنا بيكلمونا في التمرين ان احنا نركز قوي في التمرين عشان هما حلمهم كلهم ان احنا نطلع في الناشئين كلنا، يعني هم عايزيننا ان شاء الله ان احنا كلنا في فرع الجزيره نطلع في الناشئين في نيت نصر ان شاء الله يعني كلنا. احنا يوم الخميس بيمرنونا ويوم السبت بيلعبونا ماتشات وبيشوفوا احنا النقط ضعفنا وبيطوروها في التمارين. يعني اكيد طبعا بنتكلم عن روح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، لازم ان احنا نكون مع عندنا شخصيه النادي الاهلي واحنا صغيرين حتى لو في اكاديميه، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونخش بتاع ناشئين.
بص بقى اقول لك على حاجه، يعني انا رحت كذا مره زرت الاكاديميات هناك، وكمان الاكاديميه الخاصه بالسيدات، الاكاديميه النسائيه يعني هناك خاصه بالنادي الاهلي كره القدم. ولو تشوف بقى الاشبال الصغيرين يا كريم بجد، عارف لما تبص لحد من بعيد كده وتقول بجد انت حاسس ان شاء الله في مستقبل حلو جدا بيتبني بالاشبال دول، سواء انا بتكلم هنا بقى سيدات او نساء. على فكره برضو الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي للسيدات يعني عايزه اقول لك بجد عندهم نماذج حلوه جدا، فان شاء الله اللي جاي يكون احسن، وعندنا ثقه جدا. وزي ما احنا بنتكلم سواء بنتكلم عن الاكاديميه او بنتكلم كمان عن الناشئين، كل دول او الناشئين كمان تحديدا مكان خرج لنا مش هقول ابطال بس، يعني ابطال ونجوم ولهم اسم وباع كبير جدا في النادي الاهلي، ودور وخدموا قد ايه، وازاي قدروا ان هم يكتبوا التاريخ مع النادي الاهلي. اسماء كتيره جدا حضراتكم اكيد عارفين، فحاجه بجد مشرفه، واللي جاي باذن الله يكون احسن. خلينا بقى نروح دلوقتي لاخر تقرير في الفقره الاولى، وهو نوستالجيا الاهلي يعني زمان. والمره دي هنتكلم او هنشوف حكايات الاهلي في رمضان وابرز المباريات اللي لعبناها زمان في هذا الشهر الكريم اللي متصل دايما مع الناس، او يعني اللي بيحصل ودي حاجه خارجه عن ايدينا ان هي دايما بيبقى فيها انتصارات، تحديدا المباريات اللي بتتم في الشهر يعني رمضان، وتحسوا كان في فعلا يعني بركه كده بتحصل. فنطلع فاصل وبعد كده نستقبل ضيوفنا، خليكم معانا. عوده للاهلي في رمضان، بنجدد التحيه والترحيب بكل حضراتكم مره ثانيه. بنبتدي معاكم دلوقتي اولى فقراتنا الحواريه، والحقيقه هنتكلم من خلالها كلام كتير عن مباراة يوم الجمعة اللي فاتت أمام طبعا الرجاء المغربي، وأكيد كمان هنتكلم عن الاستعدادات للي جاي بقى إن شاء الله، لأن اللي جاي برضو مش هين ومش سهل. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق. كل سنة وحضرتك طيب وأهلا. حضرتك طيب. أنا كريم. يا مساء الجمال. سامور. رمضان أخباره إيه في البداية؟ يعني ماشي كده، هو جري وكل سنة بنقول إن هو بيجري بسرعة، بس عامل إيه معاك السنة دي؟ والله كانه ربع ساعة. صح والله، ربع ساعة عدت النهار 23، يعني صح. مش ممكن، شهر كريم وبيجمع الأسرة وفي روحانية وفي حاجة جميلة، كل حاجة جميلة. الأسرة دي لوحدها نقطة تستحق يعني والله بنار السنة كلها ما بتحصلش. بنفطر مع بعض ونسحر مع بعض ونصلي مع بعض، صح. حاجة جميلة جدا، شهر كريم جميلة. فعلا إلى جانب الصواب بقى اللي بتاخده. طبعا كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم بخير. طبعا. يا رب. كل سنه طيبين. الحقيقه عندنا حاجات كتير عايزين نقف عندها. تعالى في البدايه بعد اذن حضرتك نقف عند لقاء الجمعه اللي فات، لان اللقاء ده ليه تقييمات مختلفه عند كتير من الاهلاويه. الحمد لله رب العالمين ان النتيجه كانت بالنسبه لنا مرضيه يعني تصعدنا من خلالها، فده حلو ادت الغرض يعني. لكن لو هنتكلم على الماتش نفسه وحضرتك قاعد بتتفرج عليه من اول دقيقه فيه الى اخر لحظه فيه، تقييمك للقاء كان عامل ازاي؟ ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي. ممكن قبل ما نخش في المباراه نتكلم بس سريعا عن ال 115 سنه، لان احنا لازم برضو مع حضرتك نحتفل بهذا اليوم. حضرتك كنت جيل برضو يعني حضرت فيه كتير، وحضرت مش بس انجازات، حضرت زي ما بيتقال ابس اند داونز، وجماهير كان ليها دور كبير، وناس عدت كلاعيبه واداره. يعني كابتن عادل معلش ممكن تاخدنا شويه لنوستالجيا ونتكلم عن برضو فكره هنا ان احنا بنحتفل 115 سنه النادي الاكثر تتويجا مش بس في مصر وشعبيه والشرق الاوسط، لا انت بتتكلم في العالم كله. شوفي حضرتك، هو ال 100 سنه دول احنا نادي القرن، فده يحيلك ان الاداره اللي هي اجتمعت في نفس اليوم بتاع النهارده كان 24/5/2007 بيحيلك انه النادي ده من يوم اول اجتماع مجلس اداره في نفس هذا اليوم واللي حصل في ماتش الترجي. ايوه شوفي اربطي بقى. ايوه صح. 115 سنه ال 115 سنه دول سياسه حكيمه بيدار بيها النادي من غير انفعال، من غير عصبيه، فعلا وقولا نادي وطنيه، نادي دايما بيسعى للروح الرياضيه العاليه. الفوز والخساره دي اخر حاجه بالنسبه له، لكن هناك مبادئ وقيم ومصل واخلاقيات النادي على مدار تاريخه بيتبعها. وحصلت ايام حضرتك كتير برضه كابتن عادل. كتير جدا كتير جدا، ويعني يعني يعني انا عشتها بكل حذافيرها في 85 الاولاد الاشبال لما كسبوا الزمالك، وكانت كلها حاجات قيم. وماتش الترجي بتختمي بماتش الترجي، يعني ال 115 سنه دول انجازات
سياسيه رياضيه بالظبط، يعني سياسيه بالزبط. رياضيه واجتماعيه يعني كتير. لو بصينا للمبادرات والشغل اللجان المختلفة في النادي الأهلي والعناية الكبيرة اللي هم يعني بيقولوها لكتير من الملفات والأشخاص والفئات المجتمعية المختلفة، يعني النادي الأهلي عبر التاريخ ليه دور مجتمعي لا يقل بأي حال من الأحوال في أهميته عن دوره الوطني ولا حتى الرياضي. أكيد في الجوانب الاجتماعية هتلاقي إنجازات في كل حاجة طبعا، وإحنا آخرها الحاجات الكلها بتتعمل في التعليم والبرامج الدينيه والحاجات الوطنيه والمستشفيات والحاجات المختلفه دي كلها، الى جانب انك انت دايما بتمد المنتخبات، الى جانب النواحي الاجتماعيه. اولا انت اكبر نادي في العالم واخد بطولات، الى جانب ان انت اكبر نادي عنده شعبيه في العالم. انت عندك تعدي ال 100 مليون ده دول جمهور النادي الاهلي غير المحبين، ثم عندك اكبر نادي في العالم عنده مقرات، عندك اربع مقرات، فين في العالم عنده اربع مقرات الا النادي الاهلي بس. فدي كلها حاجات جمهور النادي الاهلي لازم يفخر بيها ولازم يعمل حسابه، ان طول ما انت بتنجح اعدائك او المتربصين بيك طبعًا بيحاولوا انه ينالوا منك طبعًا بطرق غير شرعيه طبعًا. يعني انت شايف ان في واحد مش كويس، طب حاول تقلده، لا هو مش بيقلدكش، بيحاول ان هو يعوخ مسيرتك بكل الطرق. فطبعا كل الحاجات ديت بس سياسه النادي الاهلي واحده، شوف بقى كابتن عادل، وفعلا بتتوارث جيل ورا جيل. فعلا النادي الاهلي مش هنقول ان هو بيترفع عن الرد، ولكن هو بينتهج هذا النهج اللي هو فيه انا مش برد، انا الرد بيكون في الملعب، رد بيكون على الارض، انا لا التفت لما يقال. حتى فكره هنا التصريحات اللي بتبقى مختلفه، واللي قال لك الحصري عندي والحاجات اللي بنسمعها زي كده خاصه باللعيبه او بموسيماني او غيره، على مدار الاجيال اللي فاتت اللي بيبقى توقيت برده احنا بنبقى عارفين قاعدين وعارفين ان يلا ايه المانشيت اللي جاي، ايه التصريح الحصري اللي طالع، حتى لا نلتفت لهذه الامور حتى وصلت القصه للجماهير كمان. حضرتك تتفق معايا؟ طبعا اتفق معاك، لان في الاحداث الاربع شهور او الاربع شهور اللي فاتوا يعني من يناير لحد النهارده شفناها كتير، لما كابتن الخطيب يطلع يقول النادي الوطني، فانت كل معظم العناصر الرئيسيه بتاعتك مع المنتخب. مين رئيس نادي ممكن يقول كده الا الخطيب والنادي الاهلي؟ ثم يروح يلاعب مونتيري بطل المكسيك من فرقه قويه جدا طبعا. 14 لاعب، امتى حصلت في تاريخ اي فرقه حد بس يدلني ردوا علينا يا جماعه، ردوا علينا 14 كارنيه، كل العناصر الرئيسيه مش موجوده. المدير الفني قعد تردد طبعا على الاخ وائل جمعه انه يعني بيتكلم على موسيماني، قعد شهرين اللعيبه مش موجوده مع موسيماني، شهرين مدرب قاعد ما مش شايف لعيبته لمده شهرين طبعا. فبعدين بيقول كروش مدرب هايل، مدرب هايل بالنسبه لك مش بالنسبه لنا احنا، انما موسيماني مدرب اكتر من رائع بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اللي بيحاول يضرب في النادي الاهلي من خلال موسيماني علشان الاداره تغير، الاداره مش هتغير، ولا تغير لعيبه ولا تغير المدير الفني، والجهاز الفني بيبقى باقي، وعشان كده ربنا دايما بينصرنا لان احنا المبدا دايما بينتصر. بس هو برضه من حيث المبدا، رجوعا للكلمه حضرتك قلتها، يعني ليه ده اصلا بيحصل؟ يعني ليه اغلب الناس ان ما كانش الكل من اعداء النجاح او من الناس اللي هي ايه بيركبها 100 عفريت مع كل نجاح جديد او انجاز جديد للنادي الاهلي بفرقه المختلفه مش بس كره القدم، طبعا ناهيك عن الفريق الاول لكره القدم، طب ما بربع المجهود ده يشتغلوا على نفسهم وربنا يكرم. ما يعرفش يشتغل ليه؟ هو لان الاساس عنده مش موجود. يعني ليه دايما الاسهل ان انت تهد اللي قدامك عن ما تحاول ان انت تبني نفسك عشان تطاول اللي قدامك؟ بيبقى دايما الاساس يا كريم، الاساس مش موجود، علشان انا ابدا ان انا يبقى عندي مبادئ، المبادئ دي بتبقى من نشاه النادي لحد يوم القيامه. في ناس ما يعني ما بتكلمش على حد خالص، احنا بنتكلمنا في المطلق، بتكلم في المطلق يعني طبعًا. بيبقى عنده الحاجه دي ناقصه، يعني متعودين مثلا ان مفيش لعيب يروح اوضه مجلس اداره، مفيش مدرب يروح اوضه مجلس اداره، مجلس اداره المكان بتاعه مقدس، مجلس الاداره ورئيس النادي اعضاء بيخدموا النادي مش فوق راسهم ريشه طبعا. فالمبادئ ديت والمصل ديت والدوله اللي تبقى اسمها العيله، عيله النادي الاهلي اللي موجوده ديت، مبادئها موجوده من نفس اليوم ده اللي اتنشا فيه النادي. وبالتالي النادي اللي بيبقى فاقد الحاجه ديت هيجيبها منين الا اذا يعني حصلت معجزه
لان انت عشان تغير المنظومه عايزه شغلانه تانية ومبادئ تانية وشغل تاني كبير جدا ما بيجيش، لان بتبقى دايما الجمعيه العموميه بتختار بعنايه، بتختار طبعا بشكل رائع، بشكل فيه مصلحه البلد ومصلحه النادي. صحيح. الحته دي في بعض الانديه ما بيبقاش عندها الحته دي، فانت علشان تصلح الحته دي مش هتتصلح الا بالمنظومه كلها تتغير يعني. حلو جدا. نروح بقى على الماتش. وسؤال كريم وفكره هنا هنتكلم ذهاب واياب، يعني ذهابا وايابا، ونبدا بذهابا بس مش عايزين نطول في التحليل، ولكن احنا شفنا العنوان بتاع هذه المباراه في الذهاب اللي هي الفرص الضائعه، ويمكن ده مش العنوان الاول اللي ممكن ان احنا او حصلنا عليه. احنا عندنا في الفتره الاخيره للاسف الشديد هنتكلم بمنتهى الشفافيه مشكله في اللمسه الاخيره، مع ان انت بتبقى مسيطر وبتروح وعندك فرص كتيره جدا، ويمكن الهجمات بتاعتك بتبقى عددها كبير جدا مقارنه بالفريق الاخر، لكن ما يعني زي ما بيتقال كده ما بتكملش للنهايه. ليه؟ نتكلم على الماتش الاولاني وبعدين الماتش الثاني، دي قصه ثانيه. الماتش الاولاني، الماتش الاولاني احنا وصلنا ان احنا ممكن كان نكسب مش اقل من 5 أو 6 أهداف، انفرادات كامله. انفرادات كامله في الماتش الاولاني بالظبط، مسيطرين على الماتش طول الماتش تقريبا. من خطا يعني بسيط جدا احرزوا منه هدف، نتيجه ان في بعض اللعيبه كانوا في المنتخب بذلوا جهد خرافي في البطوله العربيه وفي امم افريقيا، وطبعا في الماتشين بتوع كاس العالم استنفذوا كل طاقتهم في الشهرين دول، لا زالوا بيعانوا من الجهد اللي هم بذلوه في البطوله العربيه اللي كانت كل الناس رايحه بالاشبال وبال ازاي علاقته باللمسه الاخيره او العضله الضائعة. العضله بتوصل لمرحله من التعب او الارهاق والتعب، وده بيأثر على الجهاز العصبي في اللاعب. هل اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي وذكرته ده ممكن ينطبق على الفرصه اللي اهدرها بيرسي تاو في وقت من الاوقات في ماتش العوده، ساعه لما رقص المدافعين ودخل وعدى الجول، بس هو كان هو بيجري يعني كان ما بين الجري وما بين الكعبله فشاطها يعني ما اعرفش ليه حسيت اللقطه دي تنطبق عليها المواصفات اللي حضرتك ذكرتها. بس هو تاو مش مرهق يعني، تاو ما هوش مرهق، انما هو لسه لم يتاقلم مع فرقه النادي يعني لسه محتاج وقت، لكن هو مش مرهق يعني ان هو يعني ما لعبش البطوله العربيه ولا افريقيا ولا تصفيات كاس عالم ولا حاجه، انما هو لسه تحس ان هو مخضوض حتى لما الكاميرا بتيجي على وشه تحس ان هو لسه مش متاقلم مع الفرقه، لسه محتاج وقت، محتاج جانب نفسي ان هو يتاقلم مع الحياه هنا في مصر، ولسه تحس ان هو مش هو ده اللي احنا في البدايه اول ما جه كان الحقيقه كان اكتر من رائع طبعا. فالماتش ده احنا ضيعنا فرص كتير جدا، مش معنى كده ان احنا كنا وحشين. المدير الفني وظيفته انه بيبني خطه لعب بيوصلك للمرمى بتاع المنافس 20 مره. انت شفت كام شوطه، ضيعت كام فرصه، الفرص اللي بتضيع ديت مع لعيبه بحجم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لا ما هو ده دي مش وظيفه مدير فني بقى. وبالتالي العبء الكبير بيبقى على اللاعب. صحيح المدير الفني ممكن يتحمل جزء في بعض حاجات منها في التغييرات مثلا، انا النهارده الفينشنج عندهم هم، انا النهارده مش موفق، يبقى انا في الوقت ده ممكن ان انا يبقى فيه البديل، ده انا اللي باخده بس على موسيماني لما يكون هناك في لاعب مش موفق ماتش واثنين وثلاثه، لا يبقى في فرصه لحد تاني. زي مين برضه كابتن عادل؟ لا مش هقول اسماء من فضلك، لا بلاش اقول اسماء، لكن انا اللي انا بتمناه ان انا الجمهور بتاعنا لازم يبقى واقف ورا، هو واقف طبعا، لكن هناك من يتربص بالنادي ويرجع يقول ان ضربه الجزاء كانت وهميه، والعالم كله بيقول ان ضربه الجزاء سليمه بما فيهم الكاف قال ان ضربه الجزاء سليمه 100%. ايه مصلحتك انك انت تشكك في فوز النادي الاهلي عشان الماتش الاعاده اللي هناك، علشان تثير الجماهير هناك ويبقى الاستقبال مش كويس وهو الاخر؟ هو للدرجات دي التربص ممكن يعني توصل درجه سوء النيه للدرجات دي؟ طول عمرنا ده تفكير طبعا. وتخطيط اللي هو شيطاني ثعباني والله طول عمرنا صحيح. والله فعلا التربص ده بقى لنا بتقالنا مش اقل من 20 سنه، لان انا يعني انا زمان عشت الفتره ديت، كان الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتشات مع بعض ضد فرق جايه من اوروبا،
يعني كابتن صالح وكابتن طه وكابتن عادل هيكل لعبوا اهلي وزمالك في ملعب الزمالك ضد توتنهام. احنا شخصيا لعبنا اهلي وزمالك ضد المانيا الشرقيه وانا لعبت الماتش ده يعني وفي ملعب النادي الاهلي، وكان الله يرحمه الكابتن عبد الصالح كابتن حسن حلمي الاثنين بيحطوا التشكيل. شوف بقى لما يقعدوا الاثنين يحطوا تشكيل، انت النهائي الشوط الاولاني خمسه ومن عندك سته، الشوط الثاني كذا، تفاهم كامل. الروح دي بعض العناصر للاسف دخلت شوهت الروح الجميله ديت للاسف، فطبعا الناس دي ما بتتحاسبش. لو هناك حساب للناس ديت لابد يبقى في حساب، لانه الفتنه دي اشد من القتل. فانا لما برايح ماتش ونتج عنها قتل بالمناسبه في اوقات سابقه وفي احداث سابقه، والله انا قلت نتج عنها ده بالفعل. انا قلت الكلام ده، وكان تعرف حضرتك قبل الماتش ده بقيت متابع حوالي يمكن اسبوعين ثلاثه بيستضيفوا ناس بتشحن في جمهور بورسعيد او في جماهير بورسعيد شحن غير طبيعي، يعني حتى بعد الاحداث برضو كانوا بيستضيفوا ناس برضو مش كويسين، يعني بدل ما يهدوا لا برضو عمليت على الرغم من كل الولاد اللي هم توفوا كده واستشهدوا، يعني انا يعني لا زالوا موجودين على الساحه وما لا زالوا بيجيبوا دايما النادي الاهلي في جمله مفيده. طب يا اخي خليك في ناديك، يعني احنا زي ما بنتكلم خلينا نرجع للجزء الفني برضو مره ثانيه عشان لا بس دي نقطه طبعا بس يعني عشان كده الجزء الثاني الماتش بقى لا هنروح للاياب عشان بس لسه عندي حاجه في الذهاب رايح الاياب لا انا قبل ما نروح يعني فكره هنا لان حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، لان احنا شفنا زي ما احنا بنتكلم من بعض الفئات نقد لموسيماني غير مبرر وعليه علامات استفهام بعد الماتش ده تحديدا. فكره هنا بيحاسبوه على هذه الفرص الضائعه، وهو كان ليه تصريح في المؤتمر الصحفي هو اتكلم قال يعني احنا فكره ان احنا نوصل للمرمى بتاع الخصم بعدد المرات دي حاجه ما هياش بتبقى بسهوله، ده وفقا لتكتيك معمول ومجهود مبذول من اللعيبه، هو دافع عن اللعيبه بشكل كبير جدا رغم ان هو برده في الاول وفي الاخر مش المتحمل هذه القصه اصلا. فنرجع نقول تاني ده كان من وجهة نظر كابتن عادل راجع للإجهاد اللي تعرضوا ليه، على الرغم في الإياب احنا شفنا أداء رائع جدا مع اللمسات كمان الأخيرة، الشفت ده ازاي برضو؟ أنا عايز أنلم النادي الأهلي هنلم من الخطيب ومجلس الإدارة ولا من الجمهور ولا من اللعيبة؟ على قد ما أقدر بقى أنا على قد ما أقدر مش هجيب سيرة لعيب إنما أنا هاجي في المدير الفني وأفضل أخبط فيه علشان النتائج تسوء. صح، وده طبعا فكر شيطاني يعني ومفهوم والناس كلها فاهماه والناس كلها في الشارع كلها عارفه بالظبط ان ده اللي بيحصل. يعني الماتش الثاني في المغرب الحقيقه كابتن خطيب ومجلس الاداره اداروه، وطبعا مدير النادي الدكتور شلبي الحقيقه اداروها بحرفيه سياسيه رياضيه على اعلى مستوى. الجواب بيتبعت للكاف وبعت للنادي الرجاء، كل اللي هم حاولوا يزرعوهم من فتنه علشان النادي الاهلي يروح هناك تبقى معركه حربيه، الجوابات ديت والاتصالات خلت المعركه دي تبقى معركه وهميه، وشفنا قد ايه ازاي امتص الغضب الشديد اللي كان اعلاميين من مصر للاسف واعلاميين برضو قليلين من المغرب بينفخوا في الجير علشان يوصلوا لمرحله ان انت تطلع النادي الاهلي باي شكل، ما نجحوش طبعا، لكن الملف ادير اسبوع كامل على اعلى مستوى. وبعدين بنروح يوم الثلاث قبل الماتش اربع خمس ايام، من ضمن الحاجات الجميله اللي الكاف عملها، انا بقصد جميله كسخريه، انك انت ليله المباراه قبل المباراه بليله مفروض ان انت من حقك كنادي اهلي انك تنزل تتمرن على الملعب اللي انت تلعب عليه لغوها. طب النهارده رجاء لما جه مصر اتمرن بالزبط. على الاستاد طب انت بتلغي دي ليه؟ وبعدين انت بقى بتكملها بالحكم السنغالي اللي قعد 45 دقيقه او يعني نقول 50 دقيقه الشوط الثاني ما حسبش فاول، ودي ما حصلتش في تاريخ اي نادي في العالم ما حسبش فاول، وبعدين بقى عمال باللغه الشارع يعني يزوقك حوالين ال 18 فاول من هنا وفاول من هنا، وهي كلها حاجات مالهاش علاقه، ضربه جزاء تتعاد ما عدهاش، كارت احمر اكتر من لاعب كانوا يعني طبعا
كابتن خطيب بعد جواب شكر للنادي وده تيشيرت هديه للرئيس النادي الرجاء. دي برده كلها حاجات بتقول ان النادي الاهلي دايما مش بيمثل، ده كلام شعب مع شعب او جمهور مع جمهور، ودي بطوله بتروح وبتيجي. فطبعا العلاقه الاخويه اللي بين الشعب المصري او جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الرجاء علاقه قويه جدا، مش ماتش اللي هيجيبها او واحد هيحاول هو يضيعها. الجانب الفني في الماتش ده انا سمعت اراء كتيره وكلها اراء مخيبه الحقيقه. ليه يعني بقى الراجل بدا المباراه اول اربع دقائق، اولا الجمهور حاول يقتحم الملعب قبل المباراه. شوف انت كلعيب بقى يحصل لك ايه؟ لا وبعض منهم نجح ده بالفعل، وصلوا فعلا لارضيه الملعب خلاص، غير الحاجات انت المفرطات انت بقى كلاعب تبقى ضامن يعني يعني حياتك، يعني حد يعتدي عليك او. فطبعا الاجواء ديت اول اربع دقائق بيجي فيه جول. هل النادي الاهلي اهتز؟ المدير الفني اهتز؟ قعد يشخط وينطر زي كروش؟ لا ابدا، عايز ينزل يضرب الحكم زي كروش؟ برضه الرساله دي بنقولها لوائل يعني. الله يمسيه بالخير يا كابتن. بص بقى كابتن عادل والرسائل الضمنيه. الله يمسيه بالخير يا كابتن. انا بشوف انه الراجل منتهى الهدوء ماسك كوره 45 دقيقه، يعني ال 40 دقيقه الثانيه ناس ماسكين كوره، هم ابتدوا يرتدوا، ابتدى يعمل هجمات من اليمين ومن الشمال، بيلعب بتشكيل رائع. يمكن الوحيد اللي كان يعني عليه الاستفهام تاو، ما كانش بيأدي الاداء، انما حسين الشحات وطاهر كانوا على اعلى مستوى من الاداء الفني. وصلنا وكان ممكن ان احنا نحرز اهداف، ثم من جول رائع لمحمد عمينة من كورنر، وفي ضربه جزاء ضاعت وضربه جزاء الحكم قدامها، يعني في فرق متر ونص ما بين الكوره ما بينه وما صفرش عليها، وده يقول لك ان الراجل ده ما كانش مظبوط. الفار ندهله، ولولا الضغوط من كابتن سيد واللعيبه ولا اخره ما كانش هيحسبها. علي معلول بعد ما شاط الكوره وراح، الراجل راح واخد قصبه رجليه، وطبعا الفار لعدها، عاملين حساب حاجات تانية مش بتاعتنا. الشوط الثاني عمل تغييرات، بلاقي نقد على التغيير بتاع محمد عبد المنعم. طب يا اخوانا انتوا عارفين ان محمد عبد المنعم ده ولد صغير لعيب ناشئ وطالع، بيوصل لمرحله معينه انه في الاخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه ممكن ان هو يعمل فرق، يعمل يتعب او يعمل ضرب الجزاء. في الوقت ده لازم انزل واحد مخضرم. ايه المخضرم؟ ايمن اشرف. وبعدين انزل اشيله واحط محمد شريف. التغييره دي تغييره هجوميه ولا دفاعيه؟ دفاعيه هجوميه، تغييره عبقريه. مش تغيير اي كلام، ورغم ده انتقدت فعلا، بينتقد يقول لك ازاي يا اخو ايمن ويطلع ايمن يلا ده راجل بينزل فيرود. طب ما هو انتقدوا برضو عدم نزول قفشه. قفشه بالظبط، قفشه الماتش ده مش بتاعه، الماتش ده كله ضرب وكله عنف وعاملين سيطره في وسط الملعب. يا كابتن عادل وحضرتك اكيد ادرى مني بالتفصيله دي مليون مره، في دايما مساحه كافيه للاختلافات في وجهات النظر. يعني حضرتك اول رد فعل انفعالي لحظي طلع منك ايه لما قلت لك قفشه؟ يعني قلت لك ده الماتش ده مش بتاعه. في ناس تانية ممكن تبقى شايفه العكس تماما، شايفه ان الماتش ده بتاعه جدا، وان وجوده كان ممكن السلوهات بتاعته وقدرته على الاختراق والمراوغه والدربكه اللي بيعملها في اي مكان هو موجود فيه، وبكونه هيلعب تحت المهاجم، لا ده ماتشو جدا. ف مين الصح؟ هل في حد صح وحد غلط، ولا هي قابله للتقييم؟ ببساطة هي كره القدم عندنا بنحشر الجمهور في الامور الفنيه. الجمهور بيشجع واحيانا بيبقى ليه يعني كلمات بسيطه في العالم كله، انما احنا بنخلي الجمهور يتدخل بقى في التشكيل وفي اللعب وفي كل حاجه وفي رايه في المدير الفني. طب ده حاصل من سنين طويله، وده غلط، وده غلط. انت اي مهنه في العالم فيها التدخل ده؟ هل انت لو جبت اي مهنه عندك في البيت او انت رحت لاي مهنه بتتدخل في شغله؟ بس دي تفصيله، بس دي عادي ان هي تيجي في دماغ اي مشجع لاي فريق لو ما نزلش فلان كان المفروض يعمل كذا. يعني ماشي، دي بس ما تبقاش تعقيبات ما تبقاش هي القصه بقى. لا ما يتبنيش عليها طبعا، لانك انت اولا هم كانوا بيلعبوا بخمسه في وسط الملعب، المساحات كانت ضيقه جدا. يمكن اخر 10 دقائق ابتدت الامور يعني تبقى احسن شويه، ابتدى هو يندفع زياده، وبالتالي احنا ضيعنا ثلاث اجوال انفراد، واحده لتاو وواحده
كان مفروض شريف يلعبها لعبد القادر ما تلعبتش، وفي الكوره اللي فيها شك انها ممكن تبقى جول. فانت اداره المباراه في الوقت ده والتغييرات اللي انت عملتها، انت لما تنزل احمد عبد القادر وتنزل شريف، تغييرات دفاعيه ولا هجوميه؟ تغييرات هجوميه، وانت النتيجه في صالحك. فده بتقول انك انت لما بتدفع بصلاح كمان صلاح محسن في الوقت ده. انا كان وجهه نظر فنيه كان ممكن جدا حسام حسن كان هيبقى اجهز لانه صلاح لسه طالع من اصابه. وحسام من نوع المقاتل اللي بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي وبيضغط كويس قوي، فانت كنت محتاج دي ومحتاج ان واحد بوقف على كوره. فدي ممكن وجهه نظر بتاعتي، ممكن احنا نختلف او نتفق فيها، لكن وجهه نظره هو كمدير فني هو اللي عايش مع اللعيب وهو اللي بيدربه وعارف ان هو في خلال ربع ساعه او ثلث ساعه انا مش محتاج لياقه بدنيه، انا محتاج واحد سريع الكره تتلعب له يعمل انفرادات. وده اللي حصل في اخر 10 دقائق. كل تغييرات الراجل كانت تغييرات منطقيه جدا. الاجواء انا قاعد في تكييف، ما ينفعش ابدا ان انا اتكلم على مدير فني وهو بيلعب في وسط 70 80 الف مشجع مع حكم بيتلكك ان هو يعني يطرد حد. انت شفت هو بيتكلم مع اللعيبه بيتكلم معاهم ازاي؟ ده كانه هضربهم. يعني محمد المنعم يعني سلسله متكرره لا يا كابتن عادل لا تنتهي، وللاسف الشديد كل مره تقريبا مباراه ومباراه بنيجي نتكلم عن النقطه دي. علشان كده الحكم مش هو المخطئ، اللي عين الحكم واللي بيعين الحكام، انا اسف ان انا بقول الكاف هو اللي بيعين الناس دي. الراجل ده بيلعب وضامن قوي ان مفيش حد هيحاسبه. مش ممكن ابدا ده رايح كاس عالم ويبقى بالشكل ده. تمام، ده راجل يعني الماتش زي ده مفروض ان هو الكاف بيراجع الاخطاء بتاعه الحكم في الماتش ده او بيشوفه. المفروض الفيفا حاجه زي دي، لذلك النادي الاهلي لما المفروض ان هو اعتقد انه عمل شكوى في دي حصلت فعلا، لان الراجل كان متحيز بنسبه 100%. مين اللي بعت الحكم ده علشان يخرج النادي الاهلي؟ فتبقى السلسله بقى ماتش الرجاء من بدايته اضغط علشان يبقى ماتش معركه حربيه. واحنا شفنا محمد الشناوي في المؤتمر بيقول للصحفيين احنا داخلين على معركه حربيه، قال كده في المؤتمر اللي هو قبل الماتش، احنا ده ماتش بين اخوه بالظبط، وفي بالزبط. مكسب وفي خساره بالزبط. فطبعا والرياضه بتجمع، احنا ده اساس الرياضه، مش 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 اي حاجه تانية اي حد بيحاول ان هو فعلا يزج بيها للأسف في اي مباراه. للاسف يعني. كلمه يعني اخيره، المسؤولين في الكاف عن تعيين الحكام، لان في الماتشين اللي جايين ماتشين مهمين جدا، لابد برضه يبقى في خطوه مننا، لانه العمليه دي هتبقى مقصوده، لان الراجل ده جاي بتعليمات واضحه انه النادي الاهلي لازم يخرج، والدليل على كده. امال ايه؟ امال ايه؟ لا ده مش طبيعي. هو الموضوع كبير بقى واحنا للاسف وقتنا خلص، بس دي نقطه مهمه جدا كابتن عادل حضرتك بتتكلم فيها، لان للاسف الشديد جدا انت بتحزن كمان كمشجع وكلاعب وشخص بينتمي لهذا النادي سواء مجلس اداره او غيره، ان المجهود عندك المبذول كبير جدا، ولكن على الارض بتشوف ان البعض ممكن يكون سواء يعني بشكل مباشر او غير مباشر بيحاول ان هو او بقصد او بغير قصد يحاول ان هو يضيعه، فدي اكيد حاجه زي ما بيتقال كده ترضيش حد. فنتمنى يكون في تغيير، ولسه الملف ده طبعا في كلام كتيره جدا، بس للاسف الشديد وقت خلص. كابتن عادل نورتنا، مش عايزين ناخرك عن السحور برضو. لا طبعا نشكرك على وجودك معانا النهارده يا كابتن عادل. شكرا. هنروح فاصل ونرجع بقى نستقبل نجمتنا الاهلاويه الجميله ندى بسيوني بعد الفاصل. انا نوهت عنها في بدايه الحلقه وقلت يعني مش فكره نجمه، بس هي نجمه اهلاويه تقيله جدا، تابعها على تويتر هتنبسط جدا وهتلاقي قد ايه في عشق للاهلي يعني في التويتات اللي بتكتبها والمتابعين بتوعها والريتويتس الموجوده. انا نفسي متابعاها وبحب جدا التويتات الخاصه بالنادي الاهلي، ده غير طبعا اعمالها الفنيه، غير ان هي شخصيه على الحقيقه جميله جدا بجد. خلينا نرحب بالنجمه الجميله الكبيره ندى بسيوني. بونسوار قوي بقى. بونسوار جدا.
عند مبسوطه جدا ان انا موجوده في قناه الاهلي بيتك ده بالظبط مرتاحه يعني حاسه براحه ولون احمر النهارده مش سهل ده مخصوص للاهلي كريم عايز تقول ايه عايز اقول لك ان كلمه هو منوره هو عجز عن الكلام كلمه منوره في حالتك انت بصفه خاصه ما بتبقاش تعبير مجازي لان انت فعلا بتنوري المكان اللي بتبقي موجوده فيه كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي وانت طيب وسيبوني اقول كلمه كده عايزه اقولها في الاول كل سنه والاهلي طيب وبخير وبانتصارات وبطولات ويفرحنا عشان الاهلي هو فرحتنا بجد فرحتنا الحقيقيه صحيح. انا عايزه اقول لكم انا مفيش حاجه بتبسطني قد لما الاهلي يلعب حلو ويكسب ويفوز صحيح يعني اداء ونتيجه فعلا بالزبط. بتفرق بشكل كبير جدا ونلاقي التيشيرتات والاعلام في صور نزلت ايوه عندي انا كل التيشيرتات احنا عندنا ملف الاهلي وعندنا ملف الاعمال الخاصه بيكي وعندنا ملف رمضان تحبي نبدا بايه اللي انت عايزاه بس نبتدي بالاهلي عشان انا مبسوطه وانا في استوديوهات الاهلي انت مش فاهمه فرحتي قد ايه انا حتى بعمل برنامج لما بعمل فيه فقره رياضيه وبتكلم فيه على الرياضه والاهلي ببقى بضحك من هنا مع انهم بيقولوا لك وانا سمعت وجالي الاخبار بيقولوا لك خليكي حياديه بس انت ما بتبقيش هو مين مش اهلاوي حيادي ما لا حبك للاهلي بيبقى باين غصب عنك ودي فعلا شفناها بس يعني هنقول لك ليكي حق مش كده طيب طالما هنبتدي بالاهلي تحبي تبتدي بايه بالظبط في ملف الاهلي طبعا ان كل سنه والاهلي كلنا طيب وانتوا عملتوا حاجات كتيره حلوه اهداءات لعيد الاهلي وبعدين انا محضره هديه للاهلي في عيد ميلاده عبدالله. انا اخترت اربع تجوان الاربع تجوان دول من احلى اجوان الخطيب الله عملهم وهم مش اربع تجوان له اربع تجوان هزه الشباك عموما فدي هديه لجمهور الاهلي حبيبي عشان انا من الجمهور ده احلى اربع تجوان نشوفهم خلينا نتابعهم كده يا جماعه لو جاهزين فعلا يلا محمود الخطيب كان أسطورة صعبة تتكرر نجم لمسته للكرة مختلفة عن أي لاعب شفت الجول اللي فات ده اللي جاب تقريبا من نص الملعب وكام مدافع كان موجود قذيفة مدفع عنده حاجة أو من اللعيبة مهارات جنب المهارات في كاريزما مش عند كل اللعيبة خلينا نبقى برضو نتكلم بطريقة يعني صريحة لا ما شاء الله مهارات خبرة في الملعب حضور كاريزما يعني بتستمتعي وانت بتتفرجي فعلا اجيال ورا اجيال وانت بختار على فكره جوال مش سهله لا ده يدل على لا لا دي بطولات حاجه في المحله وحاجه في الكويس بطولات ولا ورجوعا للنقطه اللي كنتوا بتتكلموا فيها برضو حته اكيد تفصيله التكامل الاخلاقي المهاري اللي طول عمر كابتن محمود الخطيب كان بيتميز بيه على الصعيدين الشخصي الانساني يعني وفي ارض الملعب دي برضو حاجة ما حصلتش مع ناس كتير أو ما حصلتش لناس كتير فكونت في نهاية الأمر شخصية استثنائية يعني كلاعب استثنائي كإنسان استثنائي كإداري استثنائي الحقيقة يعني كلام كتير ممكن يتقال في هذا الإطار بس هدية جميلة منك هدية جميلة بس عايزة أقول لك هي الحكاية مش هو بس استثنائي لما هو يبقى بالأخلاق دي طبعا. إحنا كمان النادي بتاعنا كده ولاعيبتنا كده ودي سلوك الاهلي وسلوك الاهلاويه صح؟ لان انت بتكتسب منه كمان وغير كابتن محمود كابتن صالح سليم يعني صح. كل حد جه الاهلي كلهم قدوه خدموا بشكل يعني كافي وخدموا بشكل فعلا محترم وسابوا بصمه واللي جه بعدهم كل واحد بيكمل الدور اللي قبليه كان شغال فيه ف115 سنه كل سنه واحنا جميعا بخير وعايزين بالزبط. نتكلم عن الجماهير برضو لان الدعم الاساسي والرئيسي لجيل ورا جيل احنا بقى ولما يبقى كده جمهور جميل كده بتفرق يا جماعه برضو
مش اي حاجه. بقالك سنين قد ايه بتروحي؟ كنت كمان تحضري ماتشات؟ انا كنت بروح، انا عايزه يعني بقى افريقيا وبطولات افريقيا، كنت بتشوفي ورا النادي وفي الاستاد يعني، وبتروحي عادي ولا بيهمك، واعمل العلم وبتاع والبس احمر وما بقعدش في مقصوره ولا بتاع، قاعده في وسط الجماهير الحقيقيه اللي احنا مفتقدينها. مواصفاتهم ايه بالمناسبه؟ لان كلمه الجماهير الحقيقيه دي بتاخد الذهن كده. الجماهير الحقيقيه اللي بتعرف تشجع، اللي بتهز كده الاستاد، مش جماهير السوبر ماركت. انا مسميه الجماهير البسكوتات دول يعني جماهير السوبر ماركت. الكلام ده الاجيال الاجدد؟ لا مش ولا الأجداد. عشان السوشيال ميديا برضو غيرت من اليه التشجيع؟ لا هو الدواعي امنيه، انت قافل وبتختار الناس وحاجات كده علشان الظروف اللي حصلت. لا انا بكلمك على كواليتي المشجع ذات نفسه. ما هو كواليتي اختلف يعني. لا جمهور الكوره هو في العالم كله يعني، لا يختلف عن مصر واوروبا وبتاع. لا بالعكس، ده يمكن في اوروبا يعني في تعصب شفناه وبتاع واكتر مننا وضرب وقتل وناس بتموت يعني حاجه صعبه. طب هي الكوره كده. تاني حاجه عايزه اتكلم عليها دام قلت لي بالترتيب على الماتش الاخير للاهلي، عايزه اقول بغض النظر عن اي حاجه، عايزه اقول ان احنا كنا ابطال فعلا في الماتش، وان احنا فريق بجد قوي وبيتحمل الصعاب عادي ومن غير ما يعمل شو. بيتحمل حكام مش مظبوطين، بيتحمل ارض الليزر والازايز دي، ما طول عمرنا بنستحمل ليزر يعني احنا كاهلي احنا مش على طول بنتعرض للليزر والازايز اللي بتترمي وكل الكلام ده. لعيب بيعرف يلعب تحت ضغط صح، لعيب الاهلي في الحقيقه يعني. فطبعا تحيه لهم كلهم على المتاح لهم من خطه موضوعه لهم هم لعبوها، فهم لعبوا كويس وحققوا الحمد لله ان احنا تأهلنا طبعا. فتحيه لهم قويه وخصوصا الشناوي. انا لسه كنت هسأل والله العظيم السؤال، كنت عايزه اقول لك مين اكتر لاعب يعني كده في شويه. لا هو بطل يعني، هو بطل ومن اسباب الصعود بتاعنا كتير وشال لا هو نسر المباراه الشناوي الحقيقه. قابلتي مين على الحقيقه من اللعيبه واكتر حد تعرفيه مثلا؟ لا لعيبه انا قابلت كتير يعني. مين اكتر حد على تواصل معاه؟ يعني جيل الالفينات ده كله اللي هو بدايه الالفينات ده كله كلهم قابلتهم يعني. وكلمتهم في التليفون وكلموني حاجات كده. ومتابعينك على تويتر؟ ومتابعيني على تويتر وانا متابعاهم. أيوة. كل حاجه حلو جدا يعني. شوبير من الناس اللي قابلتهم كتيره، مجدي عبد الغني كابتن شوبير في ايفنتات كتير اكيد التقيته طبعا. بحب قوي وليد سليمان الحاوي والصقر كابتن احمد حسن كله موجود. وطبعا انا في البرنامج بتاعي في قناة الشمس ده قابلت لعيبة كتير من الأهلي ضيوف. احنا بقينا زملاء كمان ملاحظة كل مرة الموضوع. بكرة نلاقيكي في الأهلي معانا بقى. لا يا نفسك في أنهي أكتر يعني؟ ما شاء الله عاملة شغل جميل على الصعيدين، لكن أنا بتكلم على حتة الإعلام، هل بتلاقي نفسك أكتر في تأديب البرامج أو على الأقل بنفس قدر السعادة اللي بتحس بيها؟ لا طبعا. وأنت بتأدي دور ولا الوضع مختلف؟ لا أنا ممثلة ولكن أنا لو انا اخترت او فكرت ان انا ابقى مذيعة لفترة معينة يعني فكرت، لان انا عندي كلام عايزة اقوله، عندي رسالة عايزة اقولها، لو حد واحد استفاد منها هبقى انا كسبت. عندي رسالة ايجابية للمجتمع، عندي رسالة ان انا ابين نرجع للجار للجار والطبق اللي بيلف طبعا، والاصول نرجع لعاداتنا وتراثنا وتقاليدنا الحقيقيه، ماهيه المصري اللي بيحاولوا يلغوها فيما يقدم من دراما، فيما يقدم من اشياء كتيره يعني. انا فهو ده اللي انا بعمله. جزء من كلامنا معاكي برضو، وبتتابعي ايه وبتشوفي ايه وعاجبك وعملها ايه واللي جاي ايه طبعا كل ده. بس احنا عندنا فاصل، هنروح فاصل سريع جدا، نرجع نكمل مع الجميله ندى بسيوني. خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل قعدتنا ودردشتنا الحلوه مع نجمتنا الحلوه الجميله، جميله من جميلات الفن المصري، الفنانه الجميله ندى بسيوني، اللي كنا بنتكلم معاها قبل ما نطلع الفاصل عن كتير من الجوانب اللي ليها علاقه بالنادي الاهلي كرويا كان كلامنا الى حد كبير. تعالوا بقى نروح لرمضان والنجمه ندى بسيوني
ورمضان شامل بقى طقوسه مسلسلاته، لو ليكي برضو اي تعليقات على المسلسلات، بتتابعي حاجه معينه السنه دي ولا لا؟ رمضان بالنسبه لي انا دايما بحس ان هو وش الخير في الحقيقه من اول بداياتي يعني. جميل. دايما الاعمال كلها الحلوه كانت بتتعرض في رمضان ولا زالت. رمضان يمكن السنه دي انا ما عرفتش استمتع بيه عشان بصور. بصور مسلسل بطولتي مع ايمن عزب، شريف خير الله، استاذ صبري عبد المنعم، معمر، وفاء سيف، مجموعه كبيره كده، وهو مسلسل سسبنس وحاجات كده. فمسلسل مجهوده النفسي والعصبي والجسماني لانه في اكشن وضرب وحاجات كده. لا ما تقوليش بقى هتضربي حد؟ لا انا بتضرب بس ليه مشهد هنتقم، فانا بقول لهم ايه المشهد بقى اللي انا هنتقم اللي ضربني وقعني وخبط راسي في البتاع وزرقني وبتاع، من فضلكم تعملوا لي فيه قلم لان انا بجيب يعني بجيب بلطجيه وبروح اجيب للجمهور الاهلي ونيجي. فقلت لهم من فضلكم، وهو زملكاوي الواد اللي عمل كده بس معلش يعني ما علينا اصحابنا. فبقول لا بس هم الحكايه فيها يعني احنا بنهزر لا اهلاوي وكل حاجه. فرمضان السنه دي انا ما عرفتش تشوفي بقى حاجه يعني ما عرفتش ابقى مع اهلي واخواتي وحاجات كده. يعني غصب عني بنقعد طبيعه شغلك ما فيهاش مشكله طبعا. ما تابعتش حاجات كتير يعني يمكن شفت حاجات من الاختيار حلو قوي. شفت حاجات من الكبير قوي عشان بموت في احمد مكي كمان يجنن. جميل. حلو قوي. خالد النبوي عمل حاجه حلوه يعني شفت مقتطفات هقعد اتفرج عليها بعد كده. بسطنا ان كان في ريحه اسامه انور عكاشه رجعنا نشتمها مره ثانيه في رمضان من خلال راجعين يا هوا. راجعين يا هوا. لا وخالد ممثل سهل الممتنع. راجل متعلم كده عشان احنا كنا في المعهد مع بعض. لا هو فنان جامد قوي. ما طلعتيش في اي حاجات اسمها مش مسابقات البرامج اللي اسمها ايه؟ برامج المقاد هو الكاميرا خفيه و... لا لا في الحقيقه. ولو طلعتي مره مثلا؟ انا طلعت مره بس انا يعني بصي ما قررتيهاش. لا ما قررتهاش وما بحبش البرامج كمان اللي فيها يعني بيلعب على حته كده معينه ما فيهاش حاجات لطيفه مع الجمهور. ما بقى ده احنا في شهر كريم يعني لازم يكون. وبعدين احنا بنعلم الناس ايه يعني لما تدخلي في تحدي وتبقي بتقولي كلام وحش ومثلا المذيع يضطر يعني يخلي الضيف قدامه يضطر يغلط فتترفع عليه قضيه. ايه المناظر صحيح دي؟ يعني ما مش صح ما بحبش انا. لو ما كانش رمضان ده لو ما كنتيش مشغوله فيه للدرجه دي وتصوير مسلسلك في الظروف العاديه في رمضانات سابقه لما ما كانش عندي فيها تصوير هل ليكي طقوس معينه يعني ايه اللي بيختلف حتى في شخصك في الشهر ده؟ هقول لك حاجه انا مواعيد نومي هي انا بصحى الفجر حتى في رمضان بصحى الفجر. بتصحي الفجر وتكملي؟ واكمل. دي نقطه صعبه. واكمل يعني هو ده الترتيب بتاعي. بفطر ما بتسحرش نادرا لان غالبا بصحى على الفجر على طول فما يعني ما بلحقش السحور بس هو ده السيستم بتاعي. بس في الفطار بفطر يعني باكل كويس واكل حلويات كل يعني بيبقى الشاي اللي باللبن والشاي الاخضر والقهوه كلهم جنب بعض والحاجات الحلوه الكنافه ولا بتاع حاجات جنب بعض والفطار عادي يعني فطار مش يقول لك اصل انا بحب افطر خفيف لا انا بحب افطر انا حته السوب بقى شوربه وبتاع في الاول لا يعني مكرونه خضار رز يقول لك انا ما باكلش كويس على الفطار ازاي يعني لا يا جماعه ازاي بس ما باكلش تاني بعد كده لا انا باكل يعني برضه بعد الصبح لا مش باين والله لا هي عارفه لو بتاكلي لما تاكلي وجبه متكامله ما تتخنيش كمان لانك اكلتي الوجبه المتكامله وما تسحرتيش بقى خلاص فعدد الصيام في ناس بتعمل ريجيم بساعات الصيام يوم الحد اللي فات يوم الحد اللي فات في الحلقه انها ود كانت جايه خائره القوه بالمعنى الحرفي للكلمه وده كان موضوع بالنسبه لي كان غامض لغايه لما هي يعني من نفسها صرحت بالسبب اللي ورا الخمول ده قالت لك ايه قالت لك كان في برام رز معمر نازل للترابيزه حلو يعني البرام كان جواه ايه بقى لحمه ولا فراخ بس البرام بقى ده لما يبقى جواه سمين ولا حمام ولا لحمه ضاني مثلا
بس هو ده كل المناسبه ولا ايش طبعا مثلا ده شغل مختلف جدا بتوجدي يعني لا وبقول لك ايه برام وعكاوي وحاجات كده الله يعني الله. انا النهارده عامله عكاوي في البيت ما شاء الله جميل فطار عكاوي وعكاوي لا عكاوي بالباميه يعني بالخضار يعني اوكي عادي حاجات بسيطه كده انا فاكره من سنه كنت معانا قلت هتعزميني انا شخصيا وما عزمتنيش انت قلتي لي هاجي لك وانا انت اللي ما اتكلمتيش طب ماشي انا جاي طيب ضحكه مش ممكن معنى لا اضحكي براحتك والله من حقنا متاهلين ان شاء الله حد يقول لي واسع هبقى ممثل لو ضحكت ضحكه ثانيه غصب عني يعني ما علينا طيب عايزه اروح معاكي شويه لندى بسيوني فكره هنا الاعمال بقى بتاعتك في رمضانات فاتت كانت ندى بسيوني يعني زي ما بتقال كده في كل رمضان معانا ومسلسلات ومصر كلها بقى ايام ما كانت مصر بتقعد هو مسلسل او اتنين ما بيتغيروش ولما بيبقوا بيتذاعوا مصر كلها قاعده في البيت بتتفرج خليني اروح معاكي للوقت ده وبعدين دلوقتي لو نعمل نقله للدراما الحاليه ايه الفرق وفي نفس الوقت هل بتشوفي ان الدراما والكتابه تحسنت ولا زمان كانت مختلفه برضو ايه رايك بقى في السؤال ده لا سؤال قوي سؤال قوي زي بتاعه المهارات الفرديه الحمد لله يا رب الفاينل تاتش مش موجوده نفس السؤال اللي في اول الحلقه سمعت. بس كان حلو كان حلو بس ما تجاوبش عليه عايزه اقول لك زمان يعني انت لو بتتكلمي فتره الهوانم طب اللي ما كانش فيه مسلسلات كتير لكن من بعد الهوانم ده لسه لحد دلوقتي الناس بتتفرج عليه على اليوتيوب لا فكرة. طبعا بيحبوها الحمد لله مش الهوانم بس كل القطاع الانتاج كان بيعمل اعمال رائعه لما كانت الدوله بتنتج انتاج الدوله يعني تصدير ثقافه ما انت الثقافه دي عشان انت تعملي ثقافه في مجتمع مش لازم تكسبي فلوس ومع ذلك بيكسب ده انت تدفعي فيها فلوس ليه لانك بتبني مواطن صح. لما رجال الاعمال تحكموا شويه في الاعمال ما بقوش بيفكروا فيما يقدم او ما ينفع لكن بيفكروا هيكسبوا ايه المردود الاقتصادي لهم وعايزه اقول لك زي ما في الكوره ما فيش حاجه اسمها مش مهم الاداء المهم النتيجه ما فيش حاجه اسمها ده انا مع العكس انا احب الاداء لا ما هو الاداء كويس هو اللي هيجيب لك نتيجه حلوه لكن تادي وحش وبعد كده هتعملي ماتش وهتكسبي يعني ده حظ بقى خلى مصطلح كمان يبقى مستجد في الفتره الاخيره يقول لك الماتش ده يعني يغلب ولا يلعب ايه الكلام ده بقى؟ يعني ايه ما العبش يعني ايه لو انا فريق اهلي هنزل ما العبش المهم ادخل جون وخلاص وهو ده المهم بالنسبه لي لان انا الاهلي اللي ليا 115 سنه بالزبط. تاريخ اللي كل لعيب فخر وشرف بفانيلته كل الكلام ده هنزل العب اي كلام المهم اغلب لا طبعا الكلام ده انا ضده يعني مش معاه وكذلك ان انا اعمل مسلسل يبوظ لي فكري ويبوظ لي ماهيتي ويبوظ لي علاقاتي مع الناس الاحترام شوفي الايدنتيتي بتاعت المواطن المصري برضو على فكره يعني بس ده بقى يعني مش في فتره كمان الهوانم وبعد كده الالفينات بقى الاعمال اللي اتعملت الكتيره للناس كلها اللي كانت حلوه قوي ودلوقتي طبعا في اعمال كويسه يعني مثلا الدوله لما تدخلت في الاختيار عمل توعوي مهم ان الناس تعرف ان الاجيال الجديده تعرف تاريخها واللي احنا عايشين دلوقتي نعرف الحقائق عشان في ناس كتير مش عارفه الحقائق صح ولا زالت مغيبه لا اعرفوا الحقيقه الدوله لازم يبقى لها دور في الانتاج الدرامي والرقابه مش على الحاجات السياسيه بس او على اللبس او على الحاجات لا الرقابه لابد ان تكون على الفكر اللي بيقدم لان انا ممكن اقدم لك فكر ابوظ لك دماغك خالص لا وممكن تدسي سم في العسل وحاجات كتير بين السطور والى اخره طيب انا عايز اسالك برضو على تفصيله ليها علاقه بالسوشيال ميديا قبل كده كذا مره يبقى معانا ضيوف من نجوم النادي الاهلي السابقين ودايما نسالهم من ضمن الاسئله اللي بتتسال يعني بنسالها لهم السوشيال ميديا نتج عنها واستجد بموجبها كتير من الامور اللي بعض ان ما كانش اغلب الضيوف شافوا ان هي اضرت بكره القدم. انا عايز اسالك نفس السؤال على الفن. زمان كان الوضع مختلف تماما فيما يتعلق بعلاقه الصحفي الفني وكان الصحفي الفني من دول وانت ست العارفين دارس بالظبط كده تمام
وبكل بقى تفاصيله من موضوعية ومصداقية إلى آخره. السوشيال ميديا رخصت الغالي وغلت رخيص وقلبت أوضاع، صنعت الناس بلا هدف بصراحة، وغيرت ذوق عام في كتير من الأحيان. بس برضو لها مميزات، كل حاجة طبعا ليها وليها، يعني هي ليها مساوئها ولها مميزاتها اكيد طبعا. اصل السوشيال ميديا تقدر تنجح لك برنامج وممكن تخلي برنامج ناجح يفشل، مش عشان البرنامج وحش ولا كويس، لا، علشان في شغل على ان دي تخصص شركات معينه انها تنجح عمل معين. ده طبعا مش البرنامج بس، انا عشان احنا البرنامج نقول لكن عمل مسلسل فنان ده شغل وتمويلات وحاجات، وساعات بيبقى تمويلات لحد معين لان هينفعهم في حروبهم على الانسان المصري وفكر الانسان المصري، فيبتدوا يبرزوا شيء معين علشان انا اعمل عنف في الشارع المصري، عشان اعمل فكره حاجه معينه. يعني انا دايما بقول ان ما ينفعش ان انا اعمل مثلا مدرس بيغلط غلطة كبيرة والأول مثلا مشكلة ممكن يرتكب جريمة، ما ينفعش. لو انت في بلد عايز تقدر قيمة العلم يبقى انت لازم توجه المجتمع لقيمة العلم وقيمة المدرس. اللي انت بتتكلمي عليه ده جدل أبدي من زمان قوي، كان طول عمره مرتبط يمكن بالسينما، طبعا الدراما بشكل عام، بس كان وقتها بيتقال أكتر على الأعمال السينمائية وعن المبدأ ذات نفسه. هل السينما مرآة للمجتمع بكل ما فيه من عيوب، بكل ما فيه من فقر، بكل ما فيه من تفاصيل مش لطيفة إن هي تبان، وجهة نظر تانية مغايرة إن لا، إن الفن ده والسينما اتعملت عشان تجمل الواقع عموما. خلينا يعني مش تجمل، نرجع أصل أنت السينما والفنان مش فوتوغرافر، مش مصور، ما بيصورش صورة، ده بيبدع في الصورة. فانت لا، انت مش يعني مجاري، يعني جيب مجاري وهي دي الواقعيه. لا، ازاي بتتناول الموضوع حتى لو واقعي؟ هي لا، انت مش مصور بالزبط. هنا انت هنا فنان بتتناول الموضوع لوجهه نظر مفيده. جميل، خلينا نقف هنا ونستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل كلامنا مع نجمتنا الجميله اللي منورانا النهارده في الاهلي في رمضان، ندى بسيوني. خليكم معانا. معي جميلة الطويلة الطويلة نهاوند والوسيم. يا سلام عليكي وعلى ذوقك. شفت عمال تقول جميلة ومش عارفة، قلت لازم برضه. طب أنا عندي سؤال، اتفضلي. اتنين إعلاميين مهرة وفاهمين ودارسين وكل حاجة واشتغلتوا في التمثيل، تجربتكم في التمثيل، كريم طبعا انت ليك باع كبير في التمثيل ومثلنا مع بعض كمان، شرفت. ونهاوند برضو انت عملتي تجربه مهمه. انا عملت تجربه مع استاذ جمال العدل طبعا، نبتدي طبعا مع ليديز فيرست مع الجميله نهاوند، اتفضلي. تجربتي مع التمثيل والله بقول لك على حاجه بجد، انا اتعرض عليا كذا مره ومن منتجين تقال جدا. التجربه اللي خطاها كانت مع استاذ جمال العدل، كان مسلسل في رمضان حد جامد جدا، مع يسرى الفنانه يسرى وشيرين رضا، كنت انا طالعه بدور مذيعه برضو، بس من ثلاث مشاهد خلوه 15 مشهد وفي لقطات بره الاستوديو، وقال لي بعد كده لو تكملي، بس كان مقارنه ما بين اعلام وسينما او يعني والتمثيل. انا ده معناها ان انت ابدعتي. والله اقول لك على حاجه، والله طلعت بعرف امثل. المذيعين دايما يقطعوا اللي بيتكلم. لا بس يعني والله يعني بس انا وقتها اخترت الاعلام، دلوقتي ممكن افكر اعمل حاجه بجانب الاعلام لو يعني تعرضت حاجه كويسه. يعني نهاوند بتدي تصريح، احنا لينا فيلم مع بعض بقى ان شاء الله. خديني في دور معاك في الرعب ان شاء الله. فيلم رعب. وانت كريم؟ لا انا بصي، انا بتعامل مع الموضوع بمنطق مختلف شويه. يعني انا بتعامل مع الفن من زاويه الهاوي، هي هوايه اتيحت ليا فرصه، وكنت محظوظ الى حد كبير في كده ان انا اتيحت ليا فرصه ان انا امارس الهوايه اللي بحبها ولكن مع محترفين. زي ما يكون مثلا حد غاوي كوره وتتاح لي فرصه انه ينزل في تقسيمه فيها كابتن محمود الخطيب وفيها كابتن كذا وكابتن كذا وكابتن، فده اتحقق معايا، وخصوصا في اعمال من عدت عليها سنين. يعني يمكن الاعمال الاتقل كانت اقدم شويه، بس اتيحت من خلالها فرصه ليا ان انا اقف قدام حد مثلا زي النجم نور الشريف،
مثلا، وانا إن كمان اتعامل مع حد زي الفنان يحيى الفخراني ان انا يعني فدي دي حاجه ليها متعتها. وبس تاني ارجع اقول لك انا بتعامل مع الموضوع من يعني من منطلق الهوايه ومش مدخل نفسي في حسابات المهنه، لان انت عارفه حسابات المهنه مختلفة صعبة قوي قوي، وعايزه تركيبه شخصيه معينه، فاهمه ازاي؟ وعايزه قناعات معينه. نرجع لكن فن جميل طبعا اكيد فن. شفت لا حلو، شفت لا حلو والله. بس عايزه اقول لك اتفضل اتفضل حاجه مهمه. لا انا عايزه اقطعك بس وخلاص بس كده. طيب لا بس ايه برضه ما انت مذيعه. ايوه ما عشان كده ما اقطعك. لا لا هي ده استكمالا لكلام كريم والنقطه اللي كنا قبل الفاصل بنتكلم فيها، لان ليكي اعمال برضه يعني اللي انا اعرفه ليكي فيلمين، واحد تقريبا انتهيتي من تصوير واحد تاني، ومناسبه افلام الرعب هم اصلا رعب برضو حاجه زي كده. كنا حتى بنتكلم الرعب هل ليه دلوقتي جمهور كبير، لان برضو الفكره اختلفت. ده هو الموضه الرعب الرعب. بس عايزه اقول لك حاجه، هقول لك عارفه في حاجه اسمها قانون الجذب. انا فعلا بحب الاكشن وبحب الافلام الاكشن والرعب والحاجات دي، فحظي ان انا المسلسلات يعني في مسلسل اسمه حلم حي ده خلص، ده اخراج حد اسمه كامبا مخرج واعد جدا، وده بيتكلم عن الدجل وانا المفروض بحارب الدجل. يا سلام. فداخله في الاجواء فده لطيف جدا. في الفيلم بتاع شبح ستانلي كوبري، شبح كوبري ستانلي. ده برضو في فكر صوفي ان روح بترجع يعني بالاول بيبقى بني ادم موجود وبنتعامل معاه وكده، فالروح بترجع تساعد ناس معينه، فده برضو داخل فيه مش رعب ولكن فكر روحاني يعني هو مش حدوته عاديه. هو ده حلو قوي، بس خطورته في انه لازم يتعمل حلو. لازم يتنفس حلو بالظبط، والجرافيك والحاجات. لا طبعًا. المخرج احمد عياد وسخاء الانتاج كده. بطبيعه الحال يعني لازم يبقى في سخاء في الانتاج عشان الانتاج يعملوا كده. يعني ان شاء الله اللي يتصدى للنوع ده من الدراما المفروض انه عارف انه هيصرف عليه. بس انت دلوقتي الجرافيك ما بقاش غالي، الجرافيك بقى في ايد كل حد، حد شاطر موهوب شطاره انه يبقى فاهم ودارس وعارف هو بيعمل ايه. الحاجة الثالثة اللي أنا بعمله دلوقتي تصريح بالقتل ده طبعاً اللي بتصوريه حالياً. يعني في مشهد، والمشهد ده أنا بجد خفت، جايبينه المفروض أنا يعني بيهددوني فعصابة معينة، فحطت لي جثة في السرير اللي أنا نايمة فيه. جثة حقيقية؟ جثة مدبوحة. الله. فأنا المفروض إن في المشهد بفتح عيني ببص على الجثة المدبوحة دي. طب معلش يعني ليه؟ انا ما بصيتش على الممثله. ايوه بس ليه يعني معلش؟ ده علشان طالبين مني فديه معينه وانا ما ايوه لازم يجيب لك جثه مدبوحه. بيخوفوني نوع من الارهاب يعني. ده دي بجد جثه؟ عمرو فهمي بقى كاتب فهو ومدبوحة. عامل ارهاب. لا مش جثه طبعا، بني ادم. لما تقول لنا بقى انا مستمتع جدا بالاسئله دي على فكره. والله العظيم انا صدقت من اول ما قالت لك الله. ما ايه اللي بتقول وانا اللي قلت جثه مدبوحه بجد؟ جثه طبعا يعني بالمنطق. لا ما هو ممكن المخرج يقول لك ايه بقى، انا هجيب جثه حقيقيه عشان المشهد يطلع طبيعي. ازاي يعني وهيطلعوها ازاي الجثه دي من مش مهم بقى قبل ما تعدي على المستشفى يا شيخه. فالمهم الجرح والميك اب تامر دهب طبعا ماكير رائع في الخدع والحاجات دي، هم ماكير فظيع يعني. المهم عاملين الدبح والدم والحاجات، انا ما ببصش عشان بخاف من منظر الدم. ده انا بحب الاكشن وكده بس ما اشوفش المنظر ده جميل. فبفتح عيني بقى في المشهد زي المفروض بتقلب كده فبلاقي حاجه فبتخض ببص فرحت مصوته بجد. ايه ده خفت بجد. المشهد ده طبعا كان مرعب. هنا انت بتلاقي الحكايه هنا مش امكانيات، هنا مهاره. مهاره ماكير صح، مهاره مدير اضاءه عامل لك الاضاءه ازاي، مهاره اخراج في ان هو يعني يعمل حركه الكاميرا ازاي. فمش كل حاجه محتاجه فلوس كتير دلوقتي. بس طبعا الانتاج الكبير بيبان على الشاشه. كان لو انتاج كبير جاب لك جثه حقيقيه بقى. لا ده بقى في الفيلم بتاعك كان كلم بقى كلم وصى على جثه لسه طازه. لسه مدبوحه. طب دلوقتي على ذكر الحرفيه تعالي اسالك على حرفيه الممثل بقى نفسه. هل زي الحاله بتاعت حضرتك ان انت بسم الله ما شاء الله انت عندك تاريخ من الاعمال الناجحه سينما وتلفزيون واذاعه واذاعه ومسرح اشتغلت معاك قبل كده في مسلسل اذاعي،
هل الاحترافية اللي بتتحقق من خلال كتر الممارسة بتاخد من العفوية شوية؟ يعني الواحد بيبقى مهني داخل مثلا مشهد معين والمشهد ده محتاج انفعالات معينة يلزمها صدق، هل الصدق ده بعد فترة طويلة من الممارسة ممكن يتحول من صدق تلقائي إلى صدق حرفي جاي إنه على فكرة الممارسة. أنا عارفة أنت بتتكلم يعني؟ على مين؟ لا لا والله أنا بتكلم في المطلق. في حد فعلا في رمضان قالوا عليه كده السنة دي. طب أنا هقول لك حاجة، التمثيل ده مدارس، في ناس مدرستها التكنيك اللي يوصل للإحساس أو يوصل لشكل الإحساس في الكاميرا، وممثلين كبار جدا جدا ونجوم في السينما المصرية والتلفزيون المصري حرفيين صناعية زي ما بيقولوا، وصناعية لدرجة إنك بتصدق يعني لدرجة الصدق. دي مدرسة، وفي مدرسة تانية مدرسة الإحساس اللي هو بيمثل بإحساسه، يوصل الإحساس الصادق يوصلك للتكنيك الصح. أنا بقى من مدرسة الإحساس مش التكنيك، رغم إن أنا خريجة فنون مسرحية ودرست دراسات كتيرة ودبلوم وتمهيدي ماجستير ودبلومة إخراج وكل الكلام ده، يعني درس التكنيك كويس، ولكن أنا من مدرسة ستانسلافسكي اللي هي مدرسة الإحساس اللي يوصل للتكنيك. لما تحس صح، أنا دي وجهة نظري في التمثيل، هتمشي صح، صوتك هيطلع صح، صحيح طبعا، دموعك اللي بتنزل هتنزل صح بالمقدار المظبوط. دايما أنا بدي المثل ده، لأن الدموع اللي بتنزل وانت بتضحك غير الدموع طبعا اللي بتنزل طبعا وانت متألم، غير دموع الفرح، غير دموع الغيرة، غير دموع ان حد عزيز عليك قوي قريب مات او حد بعيد مات، غير الدموع ان عندك صداع وموجوع فمدمع. يعني مقدار الدموع الإحساس اللي بيحدده، لكن التكنيسيان اللي هو بيشتغل بالتكنيك بيحط جريسلين فالدموع بتنزل بشكل محدد. طب أنا عندي سؤال، هو يعني معلش خلينا نتكلم بصراحة شوية، على الساحة حاليا، أنا هتكلم حاليا، شفنا كتير نجوم أصبحوا نجوم، أشخاص أصبحوا نجوم ومش دارسين هذه المهنة، وبيتقال برضو الموضوع ملوش علاقة بالدراسة زي الإعلام، على قد ما ليه علاقة بالكاريزما وبالشطارة وبالمذاكرة وغيره. في الفن في ناس ظهرت جدا ونجحت ومش دارسة أبدا الحريق بتقوليه ده في الأجيال الحالية، ومنهم نجوم سوشيال ميديا وطلعوا بقوا نجوم دلوقتي في السينما أو في الدراما والناس حبتها جدا. لا ملهاش علاقه. شوفي ده ازاي بقى؟ لا 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 الدراسه، انا بقول لك انا دارسه تكنيك ففاهمه التكنيك. لا بتقيمي ده ازاي دلوقتي؟ لا لا، طب عادل امام مش خريج كان زراعه تقريبا؟ تقريبا زراعه. يحيى الفخراني العبقري بدون القاب، يعني العبقري في التمثيل طب، ملوش علاقه. بصي انا هقول لك حاجه، الموهبه بلس تمثيل بلس دراسه بتثقل وبتخليكي يعني اكيد بتكسبك مهارات معينه، ولكن الموهبه الحقيقيه بتفرض نفسها، ملهاش علاقه بالدراسه. طب انا هقول لك حاجه، انه ممكن جدا يبقى حد موهوب ومش دارس ولكن مثقف دراميا بيقرا. ما هو التمثيل ده انت ازاي انت بتعملي كل الشخصيات، عشان تبقي عميقه في الشخصيه اللي انت بتعمليها دي بتقولي الكلام بس ولا بيبقى لازم عندك معلومات عليها؟ طبعا في حد مش دارس، احنا بنتعلم، احنا مش بيعلمونا نمثل ازاي، لكن بيدلنا المفاتيح اللي تعرفي تمثلي بيها، ان انت لازم تبحثي بالشكل ده، تدرسي أوكي الشخصيه بالشكل ده. طب انت بتمثلي بتبقي ندى بسيوني في يعني معلش عشان السؤال ده انا نفسي عايز اعرفه، الممثل المفروض لما بيقوم بدور، انا دلوقتي بقول لو نهاوند او انا ندى بسيوني في الموقف ده هعمل ايه، ولا بقول لا انا بفصل نفسي خالص وبقول الشخصيه دي هتعمل ايه؟ يعني رد فعلك بيبقى ندى لو في الموقف، ولا انا بشيل ندى اصلا من حته لا طبعا هو انا اللي في الموقف، لان انا في الموقف ممكن اتصرف غير تصرفات الشخصيه وغالبا هو انا مش الشخصيه، هو انا حد تاني فبتتخلي تماما كومبليتلي يعني بالنسبه لي. يعني انا مثلا هقول لك حاجه، بالنسبه كان في مسلسل من الحاجات اللي بحبها قوي البحار موندي في 2000 وحاجه، البحار موندي ده 2004 2003 كان في الفتره دي، كانت اول ما ابتديت بقى ايه خلصت الهوانم وابتديت اخد بطولات لوحدي. المشهد الاولاني اللي اتعمل
في المسلسل ده انا حاسه الشخصيه وعارفه ملامحها ورسمه شكلها، وقصيت شعري على جرسون خالص خواجايه، هي كانت في يعني في زي كامب حاجه كده. المشهد ده انا مش عارفه يعني عارفه وحافظه الكلام وكله وحاساه، دخلت قدام الكاميرا اكشن بقول الكلمه، طلع صوتي مش صوتي زي كده، طلع صوت الشخصيه. يعني زي ما تقولي ايه، جن الشخصيه بيطلع لما ناس بتقول لك كده، اصل زي الوحي اللي بيجي للالهام اللي بيجي للشاعر فيكتب. انت كممثله لما بتبقي خلاص عايشه الشخصيه بيطلع، هو ده اللي بكلمك عليه، تحسي صح التكنيك بقى، الصوت ده صوتها لازم يطلع عامل كده، حركتها لازم تعمل كده، مش حركه ندى، انا مثلا واحده سريعه وبتكلم وبتحرك كتير، لكن الشخصيه دي رقيقه وهاديه بتطلع زي ما هي. حلو قوي. ده بعد سنين خبره بقى طبعا. لا خالص، ده ما كانش فيه سنين خبره خالص. أوكي. ده انا كنت يا دوبك عامله الهوانم وطلعت، طلعت بس كنت متالقه بقى. نقول لك ان للاسف للاسف وقتنا خلص، للاسف ما نطول. طيب يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر ان انت نورتينا النهارده واسعدتينا بوجودك، وبنتمنى لك يا رب كل التوفيق في الاعمال اللي هنشوفها قريب ان شاء الله. ميرسي، وان شاء الله ال11 يا اهلي. ايوه ال11، هو حلو انك معانا واحنا بنحتفل ب 115 سنه. اه طبعا، يا زين ما اخترنا. لا فعلا. وكمان النهارده عيد اقباط مصر، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكمان شم النسيم. شم النسيم بكره يعني طبعا. كل الاعياد احنا ليلتنا عيد كلها بالظبط. نشوفك على خير ان شاء الله، والعزومه لسه عند كلمتك. اه بالظبط. نشوف حضراتكم على خير. برضو هرجع اقول تاني، احنا مش عارفين الحد الجاي هنكون مع حضراتكم ولا لا، لان تقريبا هتكون خلاص الوقفه، اكيد هنعرف خلال الاسبوع ده. بس على كل خير، على كل حال نشوفكم على خير ان شاء الله، وحلقه جديده ويا 10 الصبح في اهلي. أيوة. يا الاهلي في رمضان صحيح.